السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الثامنة بتوقيت الجزائر، 14 مارس 2022، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. نقف اليوم عند المناسبة نتحدث عن واقع هذه الفئة، عن الآليات، آليات الإدماج والمرافقة، كما نستعرض أيضا نماذج من ذوي الاحتياجات الخاصة ممن تحدوا الإعاقة وتمكنوا من البروز في عديد المجالات، فكانوا حقا من ذوي القدرات الخاصة ومن أصحاب الهمم. في موضوع آخر، نقف اليوم مع فعاليات المعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي، أقول بمشاركة زهاء 500 عارضة، كما نستعرض أيضا تجربة تربية المائيات بولايتي المدية وعين دفلة في مسيرة شعب نحو الحرية والانعتاق، في جمعيات تثمين الموروث الثقافي والحضاري وتفعيل الدور الجمعوي في ترميم المواقع الأثرية لمدينة سيدي الهواري. وهران في القلب وهي تستعد لاحتضان ألعاب البحر المتوسط. كانت هذه مشاهدينا إطلالة على ملفاتي اليوم في جعبة المزيد من الأخبار والرفورتاجات، ابقوا معنا في المتابعة. أجدد بكم الترحاب مشاهدينا الأكارم إلى برنامج هذا الصباح الذي يأتيكم على المباشر على الإخبارية للتلفزيون الجزائري. بداية هذا العدد وكالعادة ورقة لأحوال الطقس من تقديم صبرينا بوزيان، نتابع. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. مشاهدينا الكرام، صدى الله صباحكم بكل خير. تيارات جنوبية غربية ستشهدها المناطق الشمالية خلال نهار اليوم تكون مرفوقة بتصاعد هواء حار وكذلك بعض الرمال نحو السواحل والمرتفعات الداخلية. أجواء إذن مغشى، طقس ثقيل، ضباب محلي سيميز منطقة الأوراس خلال هذه الصبيحة، رياح قوية نسبية نحو المناطق الداخلية وعلى أغلب المناطق الجنوبية، ستجعل أو ستنشط بعض الزوابع الرملية المحلية جنوبا مع أجواء مشمسة من الصحراء الوسطى نحو أقصى الجنوب. الحرارة خلال ليلة اليوم لغاية فجر نهار اليوم كانت معتدلة بالسواحل، 12 درجة سجلت بمدينة وهران، 6 إلى 9 درجات سجلت بالمناطق الداخلية، 17 ببشار، ببرج باجي مختار وإنجزام. أما خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى ستشهد ارتفاع محسوس تصل لغاية 31 درجة بوهران وتلمسان، 26 درجة بالعاصمة بتيزي وزو وعنبة، ما بين 19 إلى 22 درجة بالهضاب العليا، في حدود 27 درجة بشمال الصحراء، وتفوق 30 درجة من وسط الصحراء نحو أقصى الجنوب لتصل محليا إلى 36 درجة. البحر سيكون مضطرب على كل السواحل، رياح معتدلة إلى قوية نسبيا نحو السواحل الوسطى خاصة والغربية ضمن تيارات جنوبية شرقية أحيانا شرقية بسواحل الشرقية. يوم الغد بحول الله تبقى أجواء ملبدة على كل المناطق الشمالية مع أمطار خلال أواخر النهار نحو المناطق الغربية وكل مناطق الجنوب الغربي، درجات الحرارة تبقى مرتفعة. يوم الأربعاء تراجع طفيف لدرجات الحرارة مع أجواء مغشات مرفوقة بأمطار رعدية نحو المناطق الوسطى والغربية، أمطار محلية بالمناطق الشرقية خاصة بمنطقة الأوراس، تبقى رياح قوية نسبيا نحو الهضاب العليا، أمطار أيضا ستخص محليا شمال الصحراء لغاية الواحات. يوم الخميس بإذن الله تبقى الأمطار حاضرة على المناطق الوسطى خاصة والشرقية مع هبوب رياح قوية نسبيا نحو السواحل الشرقية، تحسن تدريجي نحو المناطق الغربية مع تراجع لدرجات الحرارة.
وقت غروب الشمس نهار اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الساعة 6 مساء و54 دقيقة. شكرا على المتابعة وطاب يومكم. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة 14 من مارس مناسبة للوقوف عند واقع هذه الشريحة المهمة في المجتمع. جهود الإدماج جديد المرافقة والدعم لتخطي الإعاقة وتجاوزها من المرحلة الأولى المرحلة التعليمية. ضيف الصباح. ضيف الصباح إذن معي الأستاذ بلغة الإشارة الأستاذ مسعود جديد. صباح الخير أستاذ. صباح الخير. أهلا وسهلا بك. شكرا. وشكرا على الترجمة المباشرة. شكرا للدراجة. مرحبا. شكرا. أنتم أستاذ مسعود جديد مختص في لغة الإشارة ومعلم بمدرسة الأطفال المعاقين سمعيا ببرقي، هذه المدرسة التي تعنى بتعليم هذه الشريحة المهمة، شريحة المعاقين واقع رغم الإعاقة، سعي متواصل لتجاوز الصعاب وتخطي كل الإعاقات، وإن كانت الإعاقة ليست الإعاقة الظاهرة وإنما الإعاقة في التعامل مع الإعاقة. بداية، ماذا نقول في اليوم الوطني للمعاقين عن واقع هذه الفئة في الجزائر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ل 14 مارس من كل سنة، اللي هو عيد هذه الفئات والشرائح اللي نسميها ذوي الاحتياجات الخاصة. وعلى ذكر المدرسة، مدرسة المعوقين سمعيا ببراقي دير التعليم المبكر والتعليم الابتدائي والتعليم المتوسط لهؤلاء الأطفال. نعم. للارتقاء بهم في مستوى علمي متقدم. صحيح. بمبادرات من وزارة التضامن لتكفل بهذه المدارس وتقدم لهم البرامج، كذلك مديرية النشاط الاجتماعي لولاية الجزائر وكل المديريات بالأخص مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن لولاية الجزائر التي تدعم هذه المدارس. نعم. لهذه الفئة. إذن التكفل بشريحة المعاقين في الجزائر يبدأ من مراحل العمر الأولى عندما تظهر الإعاقة طبعا على الشخص على الطفل. بداية، التعليم هو من أهم المراحل، مراحل الدعم والتكفل. مدرسة برقي على غرار باقي المدارس المختصة في تعليم ذوي الإعاقات ذوي الاحتياجات الخاصة كل حسب نوع الإعاقة. تعرفنا على هذه المدرسة مع أستاذ جديد، كيف هي ظروف تعليم هذه الفئة في الجزائر قبل التطرق طبعا إلى الفئة التي تقومون بتدريسها فئة ذوي الإعاقة المعاقين سمعيا. المعاقين سمعيا على مستوى على مستوى المدرسة التي أعمل فيها، عند فحص هؤلاء الأطفال في سن مبكر عندما تظهر عليهم الإعاقة السمعية يأتون بهم الأولياء إلى المدارس في سن مبكر. وفي هذا السن المبكر يتم تقديم برنامج خاص ليتمثل في طرق وتعليم الأطفال الأطفال ذوي الإعاقة السمعية. هناك مراحل عدة، من بينها التعليم المبكر، ثم قلت لك التعليم التنطيق اللي هو التنطيق المرحلة الأولى والتنطيق المرحلة الثانية، ثم في سن 6 سنوات يتم التعليم الابتدائي سنة أولى ابتدائي بمراحل متعددة إلى سنة الخامسة، ثم إجراء الامتحان سنة الخامسة ويتوجهون إلى المستوى المتوسط. طيب، هناك هناك طرق تعليم هؤلاء الأطفال لتتمثل في مختصين بيداغوجيين ومربين أساتذة معلمين أخصائيين نفسانيين. يتم التعليم عن طريق طرق تتمثل في 4 مراحل، نذكر من بينها
مرحلة التعليم الشفوي والتدريب السمعي، كذلك لغة الإشارة. وكذلك هناك مرحلة رابعة يتم إدماج الثلاث مراحل الأولى وتسمى مرحلة الاتصال الكلي. طيب نعم. هذه المراحل كلها تتم كما أشرت عن طريق مختصين في تدريس هذه الفئة، وهؤلاء المختصين بالتنسيق بالتعاون بالشراكة طبعا مع أسرة هذا الطفل. نبدأ نتحدث عن دور الأولياء، دور الأسرة خاصة في السنوات الأولى عند اكتشاف أن الطفل يعاني من إعاقة سمعية. كيف يتم اكتشاف ذلك بداية، ثم كيف يتصرف الأولياء من أجل أن ربما يضعوا هذا الطفل في السكة الصحيحة من أجل تلقي التعليم ومن أجل أن يخضع لهذه البرامج، هي برامج علاجية وفي وقت واحد برامج أيضا تعليمية؟ يعني الحمد لله في الأونة الأخيرة الأولياء أصبحوا يعطوا اهتمام كبير للفحص أبنائهم، وعندما تظهر عليهم هذه الإعاقات المبكرة يتم الالتحاق مباشرة بمدارس الأطفال المعوقين سمعياً. وعلى ذكر المدرسة التي هي مثال على ذلك مدرسة برقي، ويتم فحص دقيق لهؤلاء الأطفال، ثم يكون هناك ملف طبي وملف طبي وملف بيداغوجي، ثم يتم قبول هؤلاء الأطفال في سن مبكرة لتبدأ المتابعة. نعم. عندكم ما شاء الله نسبة نجاح عالية في عالية المدرسة. نعم. حدثني عن بعض الأمثلة هكذا للأطفال الذين تمكنوا من تجاوز الإعاقة، تمكنوا من النجاح من تلقي التحصيل العلمي رغم أنه عندهم مشكل في السمع. يعني قلت لك دائما الحمد لله الفئة هذه أصبحت فئة مثابرة في العمل تاعها، عندما تلقى التعليم عن طريق فريق بيداغوجي متكامل ابتداء من الحارس المدرسة إلى مديرة المدرسة، كل الطاقم يعمل على خدمة هذا الطفل، وتكون المرافقة كذلك عن طريق الأولياء اللي هي الأم والأب، الطفل يلقى جو مريح للدراسة. صحيح. عندما تشاهدين الدخول المدرسي صباحا بفرح، يجو التلاميذ بابتسامة وفرح ويلقاو هذاك الجو تاع الجو البيداغوجي المهيئ. كذلك هناك تعليم، هناك رياضة، هناك نشاطة ثقافية، يعني موفرين لهم كل شروط للتعليم للنجاح. للنجاح باستعمال لغة الإشارة. نعم. هذه اللغة التي أصبحت رائجة وهي ضرورية من أجل تعليم المعاقين سمعيا. لغة الإشارة هي لغة تواصلية مرئية، لأن هؤلاء الأطفال لا يتكلمون، وعندما لا يتكلمون لابد أن يتواصلوا مع المجتمع، مع الأولياء، مع المعلمين، مع المرافقين. فتكون لغة الإشارة هي لغة الأم بالنسبة لهم. لغة تواصلية عن طريق الأيادي، عن طريق الأصابع، عن طريق الوجه. نقدم على المباشر تحية بلغة الإشارة لجميع المشاهدين. تحية إلى كل الفئة المعاقين ومنهم الصم البكم بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمصادف ل 14 مارس من كل سنة، وعيد سعيد لكل هؤلاء الفئات، وكذلك هناك فئات أخرى للمعاقين حركيا، معاقين. نعم. جميع أنواع ذوي الهمم. طيب. نعم. ذوي الهمم فعلا. نعم. تمكنوا باستعمال لغة الإشارة من خوض كل المجالات التعليمية أيضا، ومن ترجمة ربما الكثير من الأعمال من اللغة العادية الناطقة إلى لغة الإشارة. نعم. النشيد الوطني، هذا الإنجاز، النشيد الوطني بلغة الإشارة من طرفكم أستاذ ومن طرف تلامذة مدرسة المعاقين سمعيا ببراقي. النشيد الوطني هو رمز من رموز الدولة الجزائرية منذ الثورة التحريرية، كل المجتمع الجزائري كان ينادي بالحرية. نعم. والحرية كنز كبير، وكذلك أعطينا له أهمية في حياة المجتمع الجزائري، لأن لما نشوف النشيد الوطني تقشعر الأجسام. في الأونة الأخيرة فكرت في مدة تفوق 3 سنوات وأنا نفكر في هذا النشيد الوطني بلغة الإشارة،
كيف كانت الانطلاقة؟ جاءت الفكرة وبعدين تجسيد الفكرة على الواقع؟ الفكرة كانت قبل داء كورونا. نعم. كنت يعني نعمل على تدريب الأطفال للعمل بلغة الإشارة لأداء النشيد الوطني، وبعد جاتني الفكرة باش نقدمه. نشكر السيدة مديرة النشاط الاجتماعي والمديرة المدرسة المراقب العام والزميلة اللي هي معايا زميلة رحماني ومحمد جدا. يعني هذا عمل فريق يعني. طيب. فريق من ورائي اللي أعطوا لي الدعم، وكذلك التلاميذ اللي كانت عندهم الرغبة. اخترت تلاميذ من المستوى الابتدائي والمستوى المتوسط وعملت معهم، شكلت فوج من التلاميذ وانطلقنا على بركة الله، وكانت النتيجة هي أداء النشيد الوطني بلغة الإشارة. كذلك نشكر السيد الفريق الأول لقيادة الجيش الوطني، لقيادة الحرس الجمهوري اللي دعمنا بالألبسة. طيب. بالقفازات بالألبسة لأداء تحية. نشاهد حتى نمكن المواطن المشاهد طبعا من الاستمتاع بهذه الصور، أداء النشيد الوطني قسما من طرف فئة ذوي. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا، هكذا عُسف النشيد الوطني وترجم أيضا بلغة الإشارة. ما شاء الله على هؤلاء البراعم من أطفال أبناء الجزائر. إذا قسما بلغة الإشارة هو الإنجاز، هو ربما التحدي أيضا اليوم. نعم. ونحن في هذه المناسبة اليوم الوطني للمعاقين، بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو 14 مارس، يقام اليوم حفل كبير على مستوى مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن بمدرسة العاشور، وسيقدم فيه النشيد الوطني بلغة الإشارة كمقدمة لأول مرة في مدارس وزارة التضامن. ونشكر قائد الأركان الحرس الجمهوري اللي دعمنا بالألبسة بالزي الوطني لأداء النشيد الوطني. سيتم تسليم هذا الزي اليوم إن شاء الله. نعم، في احتفالية خاصة. في احتفالية خاصة، برنامج خاص، برنامج تاريخي فيه أنشطة ثقافية، أنشطة رياضية، أنشطة كل أنواع النشاطات للاحتفال بهذه الفئة. أهنئك أستاذ مسعود جديد بهذا اليوم، وعن طريقة أهنئ كل من ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، ذوي القدرات الخاصة، خاصة المعاقين سمعيا بمدرسة براقي بالعاصمة. شكرا. شكرا جزيلا لك على الحضور وعلى تلبية دعوة البرنامج أيضا الأستاذ مسعود جديد المختص في لغة الإشارة. بارك الله فيك، شكرا. قلنا عنهم إذا أنهم من ذوي القدرات الخاصة، الهمة هي من أهم صفاتهم. وليد وعبد الرحمن إخوة حفظوا كتاب الله عز وجل وكانوا من المتميزين من البراعم النابغة. نتابع هذا الروبورتاج لمحمد زمولي.
أربعة أبناء من عائلة حمزة التي تقطن ببلدية الميلية ازدادوا بإعاقة بصرية. وليد أحدهم. تعرضه للكسور المتعددة أدى لتوقفه عن التمدرس، لكن الإرادة والعزيمة جعلتاه يتفوق في أعظم إنجاز، ألا وهو حفظ القرآن الكريم. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. وليد حافظ القرآن الكريم سماعا عن الشاشة، وهو ناظم للشعر وراو للقصة التي تنتجها قريحته. فراح يؤثر في شقيقه الأصغر عبد الرحمن الذي بصوته الشجي يحلم أن يؤذن في يوم ما بأحد المساجد. وأنا ملم بن أدب بصفة عامة، بالشعر، بالقصة، بالرواية، بكل ما هو عربي خاص بالعربية. الاهتمام الأكبر لي بالقرآن الكريم كان بعد الاستماع إلى الشيوخ عبر التلفاز. نسمع الشيوخ، وحتى كان لما بث أول برنامج خاص بأحكام التجويد في قناة القرآن الكريم الجزائرية، وهو برنامج الشيخ عبد الكريم حمادوش حفظه الله، في رحاب القرآن العظيم هكذا يسمى، بدأت هو الذي وضع أسس، وضعت من خلاله أسس تعلم أحكام التجويد. أما حلم وليد هو إتقان أحكام التلاوة والتجويد، ليثبت لنا هذان الشقيقان أن في كل محنة منحة، ومع الأزمة تلد الهمة. هكذا إذن هي همة وفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، تميزوا، أبدعوا، وكانوا دائما في مصاف الريادة. إلى ضيف الصباح. إدماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف مجالات النشاط من أهم أولويات الاستراتيجية الوطنية للدعم والمرافقة. الواقع بين التحدي بين تجاوز الإعاقة وأيضا ضرورة التكفل والمرافقة مع المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة سيدة مراد بن أمزال. صباح الخير سيد بن أمزال، أهلا بك. صباح الخير سيدتي، شكرا على الاستضافة. شكرا جزيلا لك. يواصل معي هذا الحديث الأستاذ في لغة الإشارة الأستاذ مسعود جديد، الذي سوف يقوم بترجمة هذا الحوار مع السيد بن أمزال. أهلا بك مجددا سيد بن أمزال. نتحدث اليوم إذن عن واقع هذه الفئة بمناسبة اليوم الوطني للمعاقين، بين تحدي الإعاقة وأولويات أيضا الاستراتيجية الوطنية للتكفل والدعم. تفضل. شكرا سيدتي. بسم الله الرحمن الرحيم، مرة أخرى نشكركم على الاستضافة. إذا قطاع التضامن الوطني في سياسته أو استراتيجيته هي تعتبر استراتيجية شاملة وكاملة وبتنسيق مع كل القطاعات من أجل التكفل الأمثل من جانب التربوي والبيداغوجي، وكذلك يعتمد أيضا على نظام خدماتي. هذا من جهة. فيما يخص سياسة أو عناصر سياسة أو الاستراتيجية القطاع، تتمحور في عدة محاور أساسية. المحور الأول هو الوقاية من الإعاقة، لأنه يعتبر من أهم العناصر الأساسية في نظام. نعم. الإعاقة. لعل في هذه النقطة نتحدث عن أهمية اكتشاف الإعاقة في الوقت المبكر للتكفل بها، وتوفير أيضا كل الظروف العلاجية من أجل لما لا تجاوز الإعاقة إذا كانت في المراحل الأولى، وإذا كان يمكن تجاوزها. أكيد. لما يكون تشخيص مبكر. نعم. هنا يمكن الحد من الإعاقة، وشيء أهم. يعني هنا السؤال المطروح هو أنه نربح جانبين، الجانب الطبي أو التكفل التربوي البيداغوجي من جهة، وكذلك الجانب المالي. لماذا؟ لأن التكفل لما يكون تشخيص مبكر، وبالتالي يكون يعني ميكانيزمات وآليات يعني للحد من انتشار الإعاقة يعني أو تضخمها، هذا من جهة. وكذلك أيضا
هو إعطاء الفرصة للأولياء خاصة أنه يتكفلوا بأطفال نتاعهم في سن مبكر. وعلى هذا الأساس قطاع التضامن وبالتنسيق مع قطاعات أخرى، لماذا؟ لأن وقاية من الإعاقة ماهوش يعني قطاع التضامن لوحده، يعني القطاع التضامن هو يشمل أو الهدف نتاعه هو الجانب التربوي. أما الجانب الطبي اللي هو مسبق هو يعني جانب صحي، وبالتالي هناك يعني شبكة قطاعية تتكون من عدة قطاعات وهيئة عمومية أيضا، وكذلك المجتمع المدني يشارك في هذه اللجنة هذه، وين هذه اللجنة هذه تسطر برامج للوقاية. منها مؤخرا احنا باشرنا بإعطاء تعليمات لسيدات وسادة مدراء النشاط الاجتماعي، هو حتى يقوموا ب يعني أبواب مفتوحة، وكذلك يعطوا منشورات للمجتمع المدني بالتنسيق ايضا مع المجتمع المدني في هذه العمليات، حتى يعني يحسوا المجتمع بصفه عامه، باش لا سيما العنصر الاساسي هو العنصر البشري اللي تكون في حوادث المرور. يعني هذه درنا يعني ملتقيات في هذا الاطار، وبالتالي اعطينا يعني حوادث المرور من اكثر مسببات أكثر الاعاقه. نعم. في الجزائر اكثر يعني هي حسب الاحصائيات الموجوده على المستوى الوطني، هي الاعاقه اللي راهي يعني مكتظه هي العلاقه الدينيه تجي من المرتبه الاولى، ثم تتليها اعاقه حركيه. نعم. اللي هي والاعاقه حقيقيه السبب الرئيسي هو العنصر البشري اللي يتمثل في حوادث المرور، وبالتالي احنا يعني هناك تعليمات يعني صارمه في هذا الاطار، وصارمه من طرف السيده الوزيره يعني تحرص عليها شخصيا على هذه العمليه تاع الابواب مفتوحه والتحسيس والتوعيه في مجال الحد من انتشار هذه الاعاقه هذه او تضخمها. وبالتالي لما يكون يعني باش نولي المحور الاساسي اللي يقول علاش قلت انه محور اساسي، لما يكون تشخيص مبكر وبالتالي يكون تكفل احسن، وبالتالي هنا الطفل او الولي ما يصيبش صعوبات لما يدمج طفله او التلميذ في الجانب الدراسي. المحور الثاني طيب الجانب الدراسي. نعم. قبل التفصيل نبقى في الجانب الدراسي، التعليم من اهم التحديات، ادماج هذه الفئه، توفير سبل التعليم، مدارس متخصصه وايضا اقسام متخصصه في المدارس العاديه، كل هذا بهدف تقديم التحصيل العلمي لشريحه المعاقين على اختلاف نوع الاعاقه. ما جديد عمليه التعليم في مجال المعاقين خاصه فيما يتعلق بالمرافقه والدعم؟ حقيقة هو يعتبر عنصر أساسي يعني القطاع التضامن الوطني، وبالتنسيق مع القطاعات المعنية لا سيما قطاع التربية الوطنية نعمل يعني جاهدين أنه حتى نوفر التكفل الأمثل في هذا الإطار. وعلى هذا الأساس أنه قطاع التضامن الوطني يعني له يعني نسيج مؤسساتي يتكون من 238 مؤسسة متخصصة سواء في التربية والتعليم. من بين هذه المؤسسات عندنا 160 مؤسسة متخصصة في التكفل النفسي البيداغوجي، وهذا النفسي البيداغوجي موجهة لا سيما للأشخاص أو الأطفال اللي عندهم إعاقة ذهنية. ولما نقول ذهنية في ثلاث مراحل، هناك ذهنية بسيطة ثقيلة ومتوسطة، زيد على ذلك أيضا هناك أيضا ملحقات حوالي 17 ملحقة يعني وأيضا ما نساوش أيضا قطاع التضامن الوطني، رغم أنه عد موجود يعني ميكانيزمات وآليات وأيضا الجانب القانوني، إلا أنه يتكفل أيضا بالأطفال المصابين بطيف التوحد أيضا. وعلى هذا الأساس أيضا احنا من بين 238 مؤسسة عندنا حوالي أكثر من 23 ألف يعني طفل معاق متكفل به يعني في كل الإعاقات. بالنسبة للمدارس لا سيما التعليم عندنا 46 مدرسة سمعية للطورين الابتدائي والطور المتوسط
لماذا؟ لأن الطور الثانوي هو يعني من اختصاص قطاع التربية الوطنية. التربية الوطنية نعم. وهنا بالحديث عن التربية الوطنية، الكتاب المدرسي نقلة نوعية في الكتاب المدرسي الموجه لهذه الشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة. الكتب العلمية أصبحت اليوم متوفرة حتى بلغة البراي الموجهة للمعاقين بصريا. والله الحمد لله، يعني مجهودات يعني معتبرة، يعني مجهودات الدولة في هذا الإطار يعني أعطت كل التسهيلات حتى يعني باش يكون تكفل أحسن وأمثل من جانب تربوي وتعليمي. وعلى هذا الأساس هنا يعني ديوان المطبوعات يعني هو مشكور على كل حال، نعمل معه بالتنسيق. هناك يعني مناهج وبرامج، يعني لماذا؟ لأن احنا في المجال التمدرس يعني الطفل يأخذ نفس المعارف نفس البرامج اللي متواجدة في التربية الوطنية. لماذا؟ لأن هناك يعني من حيث البيداغوجية أن السنة أولى هناك يعني عدة مواد محددة، سنة ثانية أيضا وهكذا حتى الطور المتوسط، وبالتالي احنا العملية الزائدة في القطاع تاعنا يعمل، وهذا من خلال تواجد 3 مراكز وطنية متخصصة في التكوين المتخصص. هذه تعمل على يعني تكييف البرامج للتربية الوطنية عن طريق مناهج، إعداد مناهج للأستاذ، وبالتالي هنا تسهيل عملية تمدرس الأطفال تاعنا، وبالتالي هنا التحصيل المدرسي والعلمي يكون يعني ويتماشى مع الاحتياجات كل يعني طور من الأطوار التعليمية. طيب، وبالحديث عن الأساتذة، تكوين الأساتذة المختصين في مجال كل الإعاقات، تحدثنا قبل قليل عن المدرسة للمعاقين سمعيا ببرقي، أهمية الإطار البشري المتخصص لتمكين هذه الفئة من التحصيل العلمي. والله يعني هنا يعني نموذج للمدرسة للأطفال السمعي للبراقي، احنا يعني القطاع التضامني يعمل جاهدا حتى يوفر، يعني لماذا؟ لان الطفل هو معاق، وبالتالي باش نعاودوا يعني لما هذيك الاعاقه باش نعوضوها لازم نعطوه امكانيات. ومن بين امكانيات يعني لا سيما بالسنه الدراسيه الموسم الفارط والسنه هذه، يعني القطاع التضامن الوطني يعني عندنا 1700 منصب لاساتذه ومعلمين متخصصين في التعليم المتخصص، وهما هذوما يعني هناك مناصب جديده، وبالتالي هناك دورات تكوينيه دوريه في في مجال الإعاقة، في مجال كيف يكون تكييف البرامج التعليمية والتربوية، كذلك كيف عملية التواصل. لماذا؟ لأن مثلا الأشخاص المعوقين سمعيين التواصل يعني مش كما التواصل الأشخاص العاديين للأطفال الحركي، التواصل هو عبارة عن نعتمد على لغة الإشارات. وإحنا حاجة يعني ميزة اللي عندنا اليوم انه الجزائر والحمد لله عندها يعني لغه الاشارات الجزائريه، وراهي معتمده حاليا، خرج قاموس في 2017 تم اعتماده عن طريق لجنه متخصصه في 2020 و21، وبالتالي احنا رانا في مرحله تقييم هذا القاموس حتى نروحوا الى الطبعه الثانيه. يعني هذه من بين يعني مجهودات اللي رانا، وهذه المجهودات كلها تصب في هدف واحد اللي هو صحيح. التكفل الامثل في التكفل التمدرس. الامثل والوصول الى مرحله الادماج، ادماج هذه الفئه للمشاركه في مختلف القطاعات، قطاعات النشاط. شهدنا عده نماذج ناجحه لذوي الاحتياجات الخاصه في انشاء مؤسسات، في ايضا التوظيف في العديد من المؤسسات الاقتصادية. كيف هي اليوم عملية الإدماج بالعودة أيضا إلى المشاكل الكبيرة والصعوبات التي يعانيها المعاق في الجزائر، المشاكل العلاجية، مشاكل التواصل، وأيضا إيجاد ربما مكان في هذه الحياة، في الحياة الاقتصادية، في الاعتماد على نفسه وتمكينه من كل التسهيلات والتحفيزات التي يقدمها القطاع؟ أكيد الأشخاص المعوقين بصفة عامة يعني يواجهوا صعوبات حقيقة، صعوبات يعني ميدانية، وهذه الصعوبات أنا نلخصها في جملة بسيطة، هو أنه لازم المجتمع رؤية الاجتماع تتغير. هذا ولا لماذا؟ لأن رغم أنه تكون هناك مجهودات، هناك أيضا التشريع والتنظيم المعمول به
في سواء في التمدرس او الادماج المهني او البرامج الاجتماعيه اللي تقدمها الدوله عن طريق قطاع التضامن الوطني، الا انه تبقى يعني العمل الكبير هو انه المجتمع يجب ان يتعاون وانه يشوف هذا الشخص المعاق هو كشخص طبيعي دون تمييز ودون اقصاء ويعطيه الفرصه. لماذا؟ لان الشخص المعاق واش يحتاج اليوم؟ يحتاج اليوم مرافقه. مرافقة لماذا؟ لأن بدليل احنا عندنا يعني لا سيما الأشخاص المصابين المعوقين بصريين دكاترة اليوم، رانا دكاترة يقروا في الجامعات لاباس بهم، لكن وعندنا ثاني عندهم شهادة ليسونس ماستر وفي كل مجالات يعني والحمد لله، إلا أنه هذا لازم له نكيفوا له مناصب عمل تاعو. احنا اليوم الحمد لله على كل حال هناك القطاع يعمل. لماذا؟ لأن التشغيل هو قضية الجميع، مش قضية قطاع واحد، قطاع تضامن أو قطاع عمل، أو هو تضافر جهود كل قطاعات وكل قطاعات والهيئات العمومية والاقتصادية أيضا. احنا في هذا الإطار هنا بين إمكانيات قطاع التضامن الوطني، انت عطيتي يعني نماذج، يعني قلتي بلي هناك نماذج، فعلا هناك نماذج، وحنا من خلال يعني الزيارات الميدانيه في خلال الولايات نشوفوا هذه مجسده، هذه النماذج مجسده عن طريق يعني كيفاش يعني الشخص المعاق لما نعطوه امكانيات بالتالي يعني ينجز يعني حقيقه. وبهذا الاطار احنا يعني قطاع التضامن الوطني بين سنه 2020-2021 خصصنا 1600 مشروع موجه للاشخاص المعوقين لاصحاب المشاريع المهنيه الحره. نعم. عن طريق الجهاز اللي كان تابع القطاع التضامن الوطني، هو جهاز الوكاله الوطنيه لتسيير القسط المصغر اللي اصبح اليوم تابع التنسيق مع هذه الهيئات الداعمه للتشغيل والداعمه لانشاء المشاريع، وايضا التنسيق مع مختلف مديريات التكوين المهني المتخصص لادراج تخصصات جديده لهذه الفئه. اكيد احنا خاصه عن طريق ابرام يعني او عن طريق مناشر او عن طريق قرارات يعني ما بين وزارات، هو انه نعمل في هذا الاطار. لماذا؟ لان الشخص المعاق حاليا يعني ومتطلبات، مثلا لما نشوفوا الشخص المعاق في سنه 2008 ماهوش الشخص المعاق اللي في سنه 2022، ماهيش نفس المتطلبات ماهيش نفس الاحتياجات، وبالتالي حنايا لازم نتماشى مع متطلبات الواقع. اليوم يفرض علينا ان نقول انه الشخص المعاق لازم التكوين المهني يعني، وحنا الحمد لله هناك تنسيق يعني دائم مع قطاع التكوين المهني، يعطينا وعطونا كل تسهيلات على حال بانه يعني نعمل على تنويع المهن لاشخاص معوقين، وبالتالي هنا نعطوا اكثر فرصه للشخص المعاق باش ما نحدوش في 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 فيما سبق، لا سيما الاشخاص المعاقين البصريين كانوا يتكونوا الا في قسم الهاتف اللي هو ما يسمى بالعاميه هو الستاندارديست. الان اليوم حان الوقت انه لازم نوعوا تخصصات التكوين المهني. نعم. وبالتالي نعطوا اكثر فرصه للشخص المعاق، وبالتالي يكون ادماج المهني يعني طيب. سلس، وبالتالي بامور يعني تيسيريه يعني معقوله. طيب سيد بن أمزال، نتحدث الان عن منحه المعاق، هذا الملف الذي تولي له ايضا الوزاره اهميه خاصه بعد الرفع من المنحه الى 10,000 دينار جزائري استفاده كليه لجميع المعاقين 100% بهذه الفئه، كيف هي ظروف منح هذه المنحة خاصة فيما يتعلق بتقليل الإجراءات البيروقراطية وتمكين المعاق من الحصول على هذه المنحة بكل كرامة في ظرف قصير دون عناء وتكبد عناء الملفات، وربما ما كان معروف سابقا هو الجري في مختلف المكاتب وكثرة الإجراءات البيروقراطية؟ حقيقة هذا يعتبر عنصر من العناصر الأساسية في إطار استراتيجي القطاع اللي هي البرامج الاجتماعية. نعم. وهي تمثل في المباشرة والغير مباشرة، فمثلا المنحة هي تعتبر من الخدمات المباشرة اللي تعطيها الدولة للأشخاص المعوقين اللي عندهم نسبة 100% من إعاقة حركية أو ذهنية.
في برنامج، وهناك برنامج اخر يسير من طرف الوكاله التنميه الاجتماعيه، اللي هو يعني الخاص بالاشخاص المعوقين سمعيا وبصريا 100%، واللي عندهم منحه اللي كانت في هذا الاطار 3000 دينار اصبحت 10000 دينار جزائري. اما في المنحه اللي يسيرها قطاع التضامن الوطني اللي تخص الاشخاص المعوقين 100% وبدون دخل ذهنيا والحركي، يعني من اللي ثمنت من 4000 الى 10000 دينار جزائري. هنا القطاع والله نظره تاعنا نظره جديده. لماذا؟ اليوم احنا الهدف نتاعنا واش هو انه الشخص المعاق لازم يكون ينخرط في التنميه الاقتصاديه، هذا هو الهدف تاعنا الرئيسي. لازم يكون يعني يشارك، وهذه هي اللي يعني الدول المتقدمه تعمل على في هذا المنظور. لماذا؟ لان لو نجو الاهداف التنميه المستدامه، هذه هي لا سيما الهدف الثامن هو انه العمل في وكرامه وصون كرامه الشخص المعاق واستقلاليته الماليه خاصه والبدنيه. هذا نعمل في هذا الاطار انه نحدوا الشخص المعاق باش ينخرط في هذا المسعى. الا انه حقيقه لازم له يعني مرافقه، يعني اكيد مرافقه من حيث التمدرس، لما لا يكون تمدرس امثل وبالتالي هنا ينجح، الى ما نجحش لازم له تكوين مهني شهاده، وبالتالي الى كمل حتى الدراسه تاعو الجامعيه وبالتالي يحصل على شهاده. احنا نرفقوه القطاع التضامني يقعد يرافق وبتنسيق مع كل القطاعات المعنيه بهذه قضيه الادماج المهني. طيب في الاخير فقط وبالحديث عن التنسيق، دور المجتمع المدني الجمعيات الفاعله في هذا المجال، دورها في ادماج المعاق وفي ربما تفعيل كل هذه الاجراءات على ارض الواقع، التقرب مباشره من المعاق وايضا من كل شرائح المجتمع من اجل تفادي تلك النظره الاقصائيه لمن يعانون من كل انواع الاعاقات. احنا اليوم والله حقيقه احنا نعتبر المجتمع المدني عن طريق الجمعيات سواء الوطنيه او المحليه الناشطه في مجال الاعاقه هو يعني شريك اساسي في المنظومه او في اعداد استراتيجيه القطاع في 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 فيما يخص حمايه وترقيه حقوق الاشخاص المعوقين، بدليل ان الجمعيات يعني لا سيما الوطنيه وفي كل قاعقة. لماذا؟ لان ما نقدرش اليوم في لجنه نجيب كل يعني الجمعيات، وبالتالي احنا نعمل انه على الاقل تكون جمعيه وطنيه ممثله باعاقه، مثلا بصري، مثلا سمعي، مثلا ذهنيه وحركي، تكون ممثله في اللجان. والحمد لله اللجان اللي راهي على مستوى قطاع التضامن كلها يعني تعمل بالتنسيق، وهي تشارك في يعني المساهمه في اعطاء الاقتراحات، في لا سيما اللي ما يخفالكش عندنا مجلس وطني لاشخاص معوقين ايضا اللي تكون 72 عضو، من بين 72 عضو عندنا 20 عضو كلهم من الجمعيات. جميل. سواء كان من الجمعيات الوطنيه او من اولياء، يعني هنا كاين مشاركه وكاين تنسيق والحمد لله نعمل. لماذا؟ لان يعني الاشكاليات تطرح من عند الانسان اللي هو الشخص المعاق اللي يعرف الاشكاليات، وبالتالي احنا من خلال الاشكاليات نقدروا ناخذوها كاحصائيات ومعلومات وعناصر، يعني وهذيك العناصر نبلوروها الى سياسه استراتيجيه لقطاع التضامن. طيب سيد بن امزال، كلمه ختاميه، تغيير نظره المجتمع الى الشخص الذي يعاني من الاعاقه. والله انا اليوم واش نقول، رغم انه وجود نوصلوا الى مرحله يعني متقدمه من نصوص تنظيميه وتشريعيه وكذلك امكانيات واليات ونشوف المجهودات الدوله يعني في هذا الاطار، الا انه يجب على المجتمع يغير النظره نتاعو هذيك النظره السلبيه الى النظره الايجابيه. النظره الايجابيه ما نقولش انه يعني يرفق عليه ولا لا، يعطيه الامكانيات تاعو. اذا كنت انا مثلا مسير في مؤسسه، لما يجيني شخص معاق نكيف له المنصب العمل تاعو وبالتالي نخليه يخدم، وعلى بالي يعطي يعني اضافه. لماذا؟ يدير تحدي. صحيح. يدير تحدي، وبالتالي يعني هذا وتبقى هذه الفئه حلقه مهمه في بناء الجزائر الجديده، طبعا من اجل طبعا تطوير كل القطاعات وتمكين كل ابناء هذا الوطن في المساهمه في التنميه المستدامه. اشكرك جزيلا السيد.
تفضل باختصار شديد. يعطيك الصحة. بالمناسبة يعني اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة اللي مصادف ل 14 مارس من كل سنة، يعني لو نعطيك السياق نتاعو، السياق تاعو لماذا 14 مارس هذا يعني جاء؟ هو لأن في 1981 من خلال أيام 14 15 16 مارس يعني انعقد ملتقى وطني لحث، كان يعني ملتقى حول الصحة التربية التكوين وهذا، وبالتالي أصبح يعني أصبح هذا اليوم أصبح يوم وطني، وهذا اليوم الوطني أيضا الشعار تاعه هو ذوي الهمم طموح وإبداع. نتمنى لهم إن شاء الله كل الصحة وإن شاء الله النجاحات أكثر، ويبقى قطاع تضامن وطني يشغل لهم. نعم. وإن شاء الله يسيب يعني أشكرك أرتفي معك بهذا القدر السيد مراد بن أمزال المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن والمرأة وقضايا والأسرة وقضايا المرأة. شكرا جزيلا على الحضور. أشكر أيضا الأستاذ في لغة الإشارة مسعود جديد على هذه الترجمة المباشرة لهذا الحوار. نلقاكما في فرص أخرى بحول الله تعالى، وكل عام والمعاقين في الجزائر بألف خير، وهم حلقة مهمة طبعا في بناء الجزائر. فاصل ثم نواصل. الهمم اقتحموا وبإصرار وعزيمة كل المجالات نالوا الشهادات العليا بجدارة واستحقاق، كما برزوا أيضا في المجال الفني أعمال رائدة وبصمات مميزة في عالم الفن التشكيلي، صناعها مثال للتحدي والتفوق. أسعد كثيرا بالترحيب بالفنانة التشكيلية وأيضا الطالبة في قسم الماستر الطالبة سعاد بلمهن في مجال الحقوق سعاد بومهن. صباح الخير سعاد. صباح الخير. سعداء جدا باستضافتك. شكرا. مرحبا بك. اذا انت طالبه في مجال الحقوق قسم الماستر، حدثيني بدايه عن مسيرتك التعليميه، كيف وصلت الى هذه المسيره التي تبقى متواصله لما لا الدكتوراه مستقبلا؟ ان شاء الله. كانت طبيعة الحال هي مسيرة صعبة نظرا لصعوبة تنقلي ونظرا لصعوبة تعاملي من حيث المشي والتنقل، لأن الإعاقة كانت تشكل لي قليل من الحاجز باش نتنقل. عشت طبيعية بشكل مع الأشخاص طبيعيين، لم تشكل لي الإعاقة أي حاجز لأنه درست عادي. حوزت على شهادة البكالوريا، كنت من الطلبة المتفوقين. أيضا دخلت الجامعة من بابه الواسع.
درست وكملت دراستي وأنا طموحة إلى الأفضل إن شاء الله. إن شاء الله. وهذا الطموح اللي خلاك دون طبعا الدراسة من جهة، ولكن من جهة ثانية سعاد عندها أيضا العديد من الأعمال الفنية. أنت أيضا فنانة تشكيلية، كيف أيضا بدأت هذه المسيرة في مجال الفن التشكيلي؟ الفن التشكيلي كان يكبر معي كلما كبرت. نعم. أنا كان كلما تقدمت في العمر كان الفن التشكيلي يكبر معي، لأنه موهبة كنت نطور نفسي بنفسي، كنت نقدم دعم لنفسي من خلال تطويره، تجربة أي شيء أراه في المعارض أحاول تجربته، حتى إلى أن صنعت بصمتي الخاصة بريشتي. نعم، بريشتي. تحدثيني عن الأعمال، كيف تحركين الريشة، الألوان التي تستعملينها، ثم من أين تستوحين أفكار مختلف اللوحات؟ نعم، أغلب اللوحات تجسد أولا انطباعاتي وبعض الأحاسيس والمشاعر ربما التي تعجز سعاد عن شرحها للغير، ربما أيضا بعض الأحاسيس التي أحتفظ بها لنفسي فأجسدها في لوحتي من خلال أفضل استعمال الألوان، ألوان زيتية، وكذلك الفحم في حالة أن يكون حزينة أو مضغوطة، فأخرج تلك المكبوتات في اللوحة وأجسدها، وبعد أن أحصل على لوحتي أشعر بالراحة. إذن يا عالمي الخاص، عالم سعاد الخاص التي تهرب به ربما من واقعها أحيانا. نعم، هو عالم خاص، لكن هذا العالم تمكنت أن تخوضي أيضا من خلاله عالم المعارض وعالم التظاهرات الفنية. أيضا عندك عدة مشاركات، ربما الأخيرة في معرض تزاير بينيفال، حدثيني عن هذه المشاركة. كيف لشخص لفنانة مثلك أن تشارك، هي عندك لوحات جميلة جدا، كيف كانت المشاركة، القبول وأيضا صدى الجمهور أمام مشاهدة لوحاتك الفنية؟ كانت نظرة استغراب، لأنه فنانة تشكيلية ومعاقة تنافس أسماء، ربما تنافس، لأنه كان في المعرض كان، وأنت أهل لها، نحن نشاهد جمال اللوحات بأنامل الجميلة المتفوقة. شكرا. كان هناك في المعرض شركات أو بأسمها الكبير، فكانت سعاد هناك بحجمها الصغير برزت، فكان هناك التمييز، هناك صنعت التمييز. نعم. من خلال لوحاتي البسيطة، وما أريده هناك كانت رسالة هو أني أستطيع منافسة أي شخص بإعاقتي. نعم، تستطيعين منافسة أي شخص، لأن الإعاقة ليست الإعاقة الجسدية. نعم. إنما الإعاقة تكمن عندما يضع الإنسان لنفسه حدود. وهذه الحدود هي التي لا تعرفها سعاد. نعم. نعود إلى عالم الدراسة والتميز خاصة في الجامعة، كيف هي العلاقة مع الوسط الجامعي، كيف هي ربما سهولة حضور المحاضرات، التسهيلات أيضا مع الأساتذة، حدثيني عن أجواء هكذا ولوج الجامعة من طرفك أنت سعاد. نعم، هي كانت في البداية كانت نوعا من الاستغراب، لأنه الناس بطبيعة الحال راح يشوفوا فيك كأنه شيء غريب. تستعملين الاستغراب؟ نعم، لأنهم يشوفوا هذه فيك نظرة المجتمع. نظرة المجتمع، لأنه ربما مازال ما توعاش لدرجة أنه يشوف المعاق يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي. أنه اكتفوا بنظرتهم إلى المعاق والشخص الذي يبقى في البيت يحتاج مساعدة فقط. لا، المعاق نريد أن نصنع من هذه النظرة أن المعاق يستطيع أن يخرج، يستطيع أن يدرس، يستطيع أن يمارس حياته بشكل طبيعي، يستطيع أن ينافس في المجالات، مثلا في مجال العمل، من حيث الحرف، من حيث، لأنه أي معاق عنده إرادة، يستطيع أن يخرج تلك الإرادة بأن يتحدى الواقع. سعاد، إذن في المستقبل هي امرأة قانون. نعم. تدرس حقوق وأيضا هي الفنانة بذلك الحس المرهف أيضا، ما هي طموحاتك المستقبلية؟ نتحدث عن المجال التكويني الدراسي، خاصة ارتقاء المراتب العليا، الحصول على الشهادات، ولما لا محامية أو قاضية المستقبل. نظرا لصعوبة ظروفي لم يسمح لي الحظ
اني نكمل مسيرتي او الحلم تاعي اني نخوض مجال الحقوق كمحاميه، لكن الظروف الماديه لا تسمح بذلك، ولكن ابقى اطمح لذلك، ابقى اسعى. في المجال الفني الآن؟ الفني نعم، أريد أن أكون مثلا أريد أن أكون كمثال لأي شخص من خلال مثلا تقديم المساعدة، أستطيع أن أساعد من خلال التدريس كأطفال التوحد مثلا يحتاجون إلى الفن التشكيلي مثلا، أستطيع مثلا من خلال فتح مراكز لتدريسهم، أستطيع أن أقدم أي شيء لو يفتح لي المجال. إذن سعاد اليوم على لسان ربما كل أعضاء أو أفراد هذه الشريحة تطلب بفتح المجال لأنه الطموح كبير، يعطونا فرصة لكي نثبت وجودنا. نعم، وأنتم موجودون فعلا. لا نحن موجودون ولكن نريد أن نثبت. افتكرتي هذه الفرصة إن شاء الله. طيب سعاد، تحدثتي عن المعاقين الأطفال، التوحد، التقارب مع هذه الشريحة، شريحة المعاقين، ربما أنت يشوفوا فيك الأمل، يشوفوا فيك المثال للنجاح، أيضا للإصرار، للعزيمة، كيف تصدرين هذه الطاقة الإيجابية من أجل أن تخلقي عند الشخص الذي يعاني مشاكل في جسدية أو عنده إعاقة أي نوع كانت نوع الإعاقة، حتى أنه هو أيضا يتحدى الصعاب ويواصل المسير قدما دون كلل دون تعب، رغم أنه المسيرة تكون شاقة ومتعبة في بعض الأحيان. من خلال مساعدتي مع الاحتكاك من المجتمع، الخروج من عالمهم، مثلا أي معاق يحس نفسه أنه منبوذ يبقى في البيت لا يخرج، لا أنصحه بالخروج إلى العالم، أنصحه بالاحتكاك بالناس الطبيعيين، لأنه لا فرق بين شخص معاق شخص طبيعي إلا بالإرادة، هذا ما أراه أنا من نظري. كيف هي النظرة بالنسبة نظرة المجتمع إلى الشخص الذي يعاني من الإعاقة؟ تحدثت قبل قليل مع ممثل وزارة التضامن الوطني عن تلك النظرة الإقصائية ربما التي تسعى الجزائر لتجاوزها من خلال عديد البرامج والآليات لإدماج المعاقين في المجتمع، حدثيني عن هذه النظرة الإقصائية التي تعانون منها، كيف هي سبل تجاوزها، وما هي الرسالة أيضا التي توجهينها لكل شرائح المجتمع من أجل التعامل مع المعاق بأنه شخص يمتلك من القدرات ما يؤهله لأن يكون منافسا وأن يكون دائما في مصاف الريادة؟ نبدأ من خلال المجتمع مثلا، مازال نحن ننتظر الوعي مثلا، ما يعاملوش هذاك المعاق كإنسان مسكين، المعاق ليس مسكين، هذا اللي يشوفه فطامة مسكين، لا المعاق ماشي مسكين. أيضا من خلال في مجال العمل، أنا صورة عن هذا الإنسان مثلا، خرجت كملت قرايتي، مجال العمل كي تدخل مثلا تضمن دي عمل ولا يحتقروك بالعين، ما يخاطبوكش على ما تملكينه في راسك ولا ما يخاطب ولا شهادة، ولا يخاطبوك بالجسد. إذا أيضا مشاكل هنا في مجال العمل، أيضا من خلال منحنا تكوينات، بعض السيدات مثلا كما تدخل تكوين ينحولك منحة التضامن، ولا مثلا كيما يكون ما عندكش مدخول يتخلى عن منحة التضامن يتفوت التكوين تاعك. هناك أيضا عدة، كل هذه الانشغالات تستحق الطرح اليوم في هذا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. كلمة ختامية، رسالة في الأخير ربما تلخص كل ما قلناه. في الأخير أنه أي شخص معاق عنده إرادة يخرج للمجتمع ليثبت وجوده، أقولها مرة أخرى. أيضا رسالة للمجتمع أننا أشخاص معاقين، نحن أشخاص مثلنا مثلكم، نمارس حياتنا بشكل عادي، ربما بطريقتنا الخاصة لكن نمارس حياتنا بشكل عادي. نعم، أيضا نريد التفاتة من خلال فتح مراكز خاصة، كاين أشخاص ربما أنا تعلمت قريت ربما أنا تابرت، لكن هناك أشخاص مثلا ما يقدروش يتعلموا، على الأقل مراكز خاصة لهم لتعليمهم. أيضا فتح لنا مجال العمل، أيضا من خلال مثلا الشريحة تاعنا يخصوا لها
حيز معين لنستطيع أن نبرز ما نستطيع أن نقدمه. نحن يستغلون في الإنتاج مثلا، نستطيع أن نبادر في الإنتاج، رفع الاقتصاد، تقديم، وهذا هو المنتظر منكم. الشخص المعاق حاليا ليس هو كل شخص يأخذ فقط أو شخص محتاج فقط، لا، الشخص المعاق الآن شخص منتج. وأنت خير مثال على ذلك. الرسالة وصلت، دمت جميلة، أنيقة، متألقة، متفوقة أيضا أيتها الفنانة، أيتها الطالبة أيضا في مجال الحقوق. إن شاء الله كل التوفيق في مسيرتك التعليمية والفنية. أيضا سعاد بومهن، أشكرك جزيلا على الحضور. شكرا على هذه الاستضافة. شكرا. مشاهدينا، تمام 9 الآن بتوقيت الجزائر، مباشرة إلى هذا الموجز الإخباري. موجز لأهم الأنباء، مشاهدينا الكرام أهلا بكم. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات. استهل السيد الرئيس الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العام والمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لقبولهم اقتراح الجزائر بعقد القمة العربية 31 بالجزائر في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة برمزيته ووقوف الأمة العربية بجانبها. وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول والتقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العالقة، تضمن رفع القيود عن 109 مشاريع استثمارية إضافية ودخول أخرى حيز الاستغلال، إلى جانب خلق 2420 منصب شغل، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا. وبالمناسبة، أسدى السيد الرئيس جملة من التوجيهات والتعليمات، أهمها محاربة الأساليب البيروقراطية وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد. كما أمر السيد الرئيس بإطراء النقاش من خلال إعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وضمان استقرار الإطار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، تبسيط الإجراءات وتعزيز صلاحية الشباك الوحيد، اقتصار الدعم والحوافز الضريبية على القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، واعتماد مراقبة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل. وحول مشروع قانون تعديل الإجراءات المدنية والإدارية، أعرب السيد الرئيس عن ارتياحه للتعديلات المقترحة التي تكرس المكاسب الواردة في دستور 2020 كإجراء الفصل في النزاعات التجارية أمام المحاكم التجارية فقط. حول مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات، قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق بإنشاء تعاونية مهنية للفاعلين في المجال، تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي يحمي ويدعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات، ومنح الامتيازات لتشجيع المهن الصغيرة ومعالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد. إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة كنان باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية. حول العرض المشترك لوزيري الفلاحة والتجارة، أمر رئيس الجمهورية بمنع تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح، مكلفا وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا المنتجة محليا أقول باعتباره عملا تخريبيا للاقتصاد الوطني، ومواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة وتشجيع استهلاك المنتجة محليا، مع تقديم تحفيزات للفلاحين الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة.
في التعاون استقبل أمس رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط السيد دافيد تيزانو. الاستقبال جرى بمقر رئاسة الجمهورية بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية سيد عبد الحفيظ علاهم، ووزير الشباب والرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق، ومحافظ الألعاب المتوسطية بوهران السيد محمد عزيز درواز. والرياضة تحظى بالرعاية اللازمة من قبل السيد رئيس الجمهورية، فبعد قراره القاضي بالتكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سينتقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني، وبعد التعليمات التي أصدرت للوزير الأول، تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المناصرين بأسعار مدعمة، مع توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية التي عرفت أمس مع انطلاقها تنظيما محكما عبر وكالة شركة سياحة وأصفار الجزائر. تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الاجتماع 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. هذه الأشغال انطلقت أمس تحت إشراف رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، وتتناول المسائل التي تستأثر باهتمام العالم الإسلامي في الوقت الراهن، بالإضافة إلى عدد من القضايا التنظيمية، منها على وجه الخصوص تحديد موعد ومكان الدورة 17 للمؤتمر الإسلامي. وبالمركز الدولي للمؤتمرات دائما وعلى هامش هذا الاجتماع، استقبل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أتلاي أورهان عضو المجلس التركي الكبير، كما استقبل عضو مجلس الشورى الإيراني إبراهيم راداي رئيس المجلس الشعبي الوطني. استقبل أيضا محمد القريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنطقة التعاون الإسلامية. وقد شكلت المحادثات فرصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. وبالمناسبة قدم الشكر للجزائر على حسن الضيافة والاستقبال. في ولاية تبسة أودى حادث مرور أليم وقع الليلة الماضية في حدود الساعة 10:45 أودى بحياة 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين ولاية الوادي وعنابة وصدامها بجدار مصنع الزجاج بالطريق الوطني رقم 16 ببلدية الماء الأبيض. هذا وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية للولاية لإسعاف المصابين الذين تم تحويلهم إلى المستشفى المحلي. بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة ينطلق اليوم على مدار 3 أيام المعرض الدولي لتكنولوجيا الإعلام والاتصال بالمغربي العربي بمشاركة 150 عارضا، وهذا تحت شعار الرقمنة مجال متعدد القطاعات واقتصاد كامل. دوليا وفي أوكرانيا، استأنف اليوم الطرفان الروسي والأوكراني عبر تقنية التحاضر عن بعد جولة جديدة من المفاوضات، هذا وقد أعرب الجانبان عن تفاؤلهما لتحقيق تقدم في مسار المحادثات في ظل فتح الممرات الإنسانية مجددا لإجلاء المدنيين. على الصعيد الميداني، تتواصل العملية العسكرية الدفاعية الروسية في يومها 19، حيث استهدفت العملية أمس مركز تدريب للمرتزقة قرب لفيف على حدود بولندا غرب أوكرانيا في ضربات بقذائف عالية الدقة بعيدة المدى، مما أدى إلى مقتل 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير أسلحتهم حسب وزارة الدفاع الروسية. من جهته، جدد الرئيس الأوكراني زيلينسكي دعوة الناتو لإنشاء منطقة حظر جوي فوق بلاده. رياضة الآن، ولحساب الجولة 4 لمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تغلب سهرة أمس فريق شبيبة الثورة على نظيره الاتحاد الليبي بنتيجة 0-1، وهذا بملعب 5 جويليا الأولمبي بالعاصمة. وعلى ضوء هذه النتيجة، التحقت شبيبة الثورة بنادي الاتحاد الليبي في مركز الوصافة للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط لكل منهما، خلف المتصدر أورلاندو بيراتس ب9 نقاط، فحظ موفق لممثلي الجزائر الثورة في باقي مشوار هذه المنافسة.
كرويا دائما. وفي إطار الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة، يواجه اليوم المنتخب الوطني الجزائري نظيره الليبي بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بالعاصمة، وهذا ابتداء من الساعة 11 صباحا، في حين تجمع المقابلة الثانية المنتخبين التونسي والمصري بنفس الملعب على الساعة 3 زوالا. ختام الموجز، في أمان الله. أهلا بكم من جديد، عدنا مشاهدين لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح في ساعته الثانية، الملف الاقتصادي مباشرة بعد هذا الفاصل. إنعاش القطاع الزراعي، عصرنة طرق الإنتاج وتشجيع المبتكرين على إدماج نتائج البحث العلمي في مختلف الشعب الفلاحية من خلال ربط قنوات للاتصال والشراكة بين الشباب المبتكر ومهنيي القطاع الفلاحي من أهم أهداف المعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية الذي ينطلق اليوم في طبعته العشرين، أكثر من 500 مشارك. يحضر معي في البلاتو سيد محمد حاج هني، نائب رئيس مؤسسة فلاحية للابتكار والمشرفة على تنظيم هذه التظاهرة. صباح الخير سيدي، أهلا بك. شكرا سيدتي. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين. شكرا على هذه، على حسن الاستضافة سيدتي. شكرا على قبول الدعوة. إذا تنطلق هذه التظاهرة اليوم وتدوم إلى غاية 17 من مارس الجاري. حدثني عن ظروف التنظيم، خاصة فيما يتعلق بالمشاركة في هذا المعرض الدولي في طبعته العشرين. على كل حال، إذا سمحتي سيدتي، أن نشكر جميع المشاهدين ولا سيما المزارعين والفلاحين وكل أرباب العمل في التحويل من المنتوج الزراعي للتغذية. نعم. ولا سيما أن مرينا على سنتين تعتبر شبه جفاف وزيادات على ذلك تحت سيطرة الوباء. ونحيي جميع المزارعين والفلاحين والمنتجين المخلصين لهذا البلد على كل مجهودات اللي بذلوها إثناء هذه السنتين لتغذية شعبهم. وشكرا أيضا لأرباب العمل في التحويل منتوج زراعي وكل المؤسسات للقطاع، منها مؤسسة ومعهد ولا سيما الديوان الوطني للحبوب اللي هو بذل أيضا مجهود جبار بالنسبة للحبوب والحبوب الجافة إلى غير ذلك من حاجيات الغذاء في الجزائر. على كل، لما نتحدث على هذا المعرض، سواء من طرف الخبراء والمجموعة التفكير اللي هي تشرف على هذه المعرض، على هذا المعرض، من جانب منتديات وعدة تدخلات وبحوث إلى غير ذلك. قبل كل شيء، هذه المؤسسة التي نشرف عليها مع الدكتور بن سمان وخبراء آخرين، هي في طالعة هذا المعرض تقدم عدة اقتراحات سواء للقطاع، للمزارعين، للمؤسسات في التحويل منتوجات زراعية. وسنتين طرقنا إلى عدة مشاريع، منها حظينة الشباب حاملين مشاريع
من الجانب الاقتصادي أو من الجانب الزراعي محض. ولهذا كنا من الأوائل عندها 3 سنوات في المعرض السابق تاع 2019 عرضنا على الشباب سواء جامعيين أو حرفيين إلى غير ذلك من نشطاء في الميدان أن يقدموا مشاريع ابتكارية لكي نحتضنها ونسير معهم إلى غاية ما أنجزت الوزارة ستارت أب. نعم، وزارة المؤسسات الناشئة. المؤسسات الناشئة ولا سيما في ميدان البحث العلمي. نعم. كان لدينا عدة اتفاقيات. نعم. مع سواء القطاع نتاع البحث العلمي من جانب وزارة التعليم العالي. وما هي من وكالة البحث لونفردات مع عدة شركاء آخرين في كونفدراليات أرباب العمل. نعم، اليوم إذن أهمية كبيرة تدركها كل هذه الأطراف. نعم. لإدماج البحث العلمي واستغلال الابتكار والإبداع في تطوير القطاع الفلاحي خاصة ما يتعلق بالصناعة التحويلية. حدثني يا سيد حاج هني عن المشاركين من الشباب خاصة في هذا المعرض، تحدثنا عن رقم 500 وليس بالرقم الهين، من هم هؤلاء الشباب؟ ما هي أهم ربما المشاركات؟ هي في الحقيقة سيدتي باش ما نغلطش فيه 350 مشارك. نعم. عارضين كل منتوجات تاعهم سواء في القطاع الصناعي لتحويل المنتوجات او في القطاع الزراعي محض خدمه الارض والحبوب والزراعه كمنتوج عام خاصه في تربيه المواشي والحليب الى غير ذلك من منتوجات اخرى ولا سيما في الأشجار المثمرة أيضا. الشيء اللي هو نجم نقول لك أن بالنسبة لهذا المعرض هذا أنه يشمل 350 من عارضين من القطر الوطني. طيب. و 150 أجانب. نعم. من كلا البلدان عن البحر المتوسط ولا سيما أمريكا. حتى المشاركة الدولية متميزة. نعم متميزة لأن أولا رانا في مرحلة ما بعد الوباء هذا وما زالت يعني المشاركين متحذرين نوعا ما ولا سيما حتى في البداية لما طلبنا رخصة العرض هذا رخصة للعرض كانت في عدة تساؤلات بالنسبة لاستقبال المواطنين الحرفيين العارضين كيفاش يكون التصرف نتاعنا بالنسبة لتقديم هذا المعرض سواء في السير نتاعه أو في استقبال كل الناس لكن كنت أشرت إليك أن في 2019 كنا من في المبادرة أن عرضنا على الشباب وشجعناهم لكي نستقطب منهم مشاريع اللي درسناها مع الخبراء والدكاترة والباحثين ولا سيما مع عدة وزراء سابقين للقطاع في نفسه وخبرتهم شملناهم وكان استقطبنا نوعا ما 20 مشروع في 20 هذيك خصصنا لخمسة جوائز وانطلقنا في الحضانة نفسها. نعم المرافقة والدعم من أجل تكوين مؤسسات قائمة حتى الحضانة هذه تتطلب رخصة من صحيح. طرف الوزارة المعنية. نعم زيادة على ذلك كانت تتمخض نوعا ما على مستوى الوزارة كيف نشجع وكيف نغطي حاجيات هذا الحاملين المشاريع بالفعل وهذا ما يطلبه اليوم حامل المشروع المرافقة. نعم. والدعم وتوفير ربما المناخ من أجل تجسيد هذا المشروع على أرض الواقع. صح. وبعد كل هذا اتفاقيات مع أصحاب مهنيي القطاع من أجل تسويق المنتوج تسويق الفكرة أيضا وفي نوعين من المرافقة لهذه حامل المشروع. نعم. سواء أن ندرج المشروع نتاعه في قطاع ما وإعانته من طرف شركة أو مؤسسات ما
حتى ينضج ويخرج للميدان ويكون له يعني الإمكانيات لكي يجسده في الميدان، سواء تحت غطاء هذه المؤسسة أو تلقائيا من نفسه. واحتضان آخر يحق لحاملي المشروع، حاملي المشاريع اللي هما يتطلبوا سواء قطعة أرض أو معامل اللي هي ينشطوا فيها، ولهذا تتطلب دراسة تقنيات إلى آخره وتقديم ملفاتها كذا 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 إلى غاية ما نصل للبنك المصرفي أو الدعم من طرف الدولة عن طريق الوزارة المعنية وهي خزانة الدولة، خزينة الدولة. هذا من جانب الاقتصادي. دروك نرجع للمعرض في حد ذاته. تفضل. المعرض كما سبق لي وأن قلت لك أن فيه 350 مشارك في جميع الشعب، هذه من جهة، من مشاركين جزائريين. نعم. 150 مشارك. 150 مشارك أجنبي. 500 مشارك. تغطيها عدة سفارات أجنبية. نعم. ومنتجين أو أرباب عمل أو حرفيين اللي هما يأتوا كالعادة من تلقاء أنفسهم إلى آخره يعرضون إنتاجهم منتجهم. ولهذا يصبح هذا المعرض مدعم أيضا بندوات علمية وفكرية في القطاع الزراعي، لهذا يدخل هذا الصالون تحت شعار الزراعة الذكية، تشمل من جهة حاملين مشاريع بالفعل، ومن جهة طبقا لخطة الطريق أو ورقة الطريق للوزارة على مدار السنوات المقبلة، هي بدأت حقيقة في 2020 إلى غاية 2024، ومنها عدة مشاريع وبرامج تغطيها الوزارة ومدعمة أيضا سواء من طرف خبراء أو مؤسسات أو حتى معاهد اللي هي تشارك في القطاع. ولهذا خصصنا قلت لك تحت شعار الزراعة الذكية عدة مداخلات وعدة دراسات اللي راحين يشاركوا فيها. طيب. سواء في الشعبة نتاع الأجرو إيكولوجي، سواء أتوقف معك عند هذه النقطة، نعود إليك بعد قليل. الآن مشاهدينا، وبعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بالتكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سيتنقلون إلى الكاميرون لمساندة فريقنا الوطني، وبعد التعليمات التي أصديت للوزير الأول، تتواصل لليوم الثاني على التوالي عملية بيع تذاكر الرحلات المخصصة لنقل المسافرين بأسعار مدعمة مع توفير كل الإمكانيات لإنجاح هذه العملية. نتعرف على المباشر على أجواء عملية بيع التذاكر من ولاية بشار، معي الزميل عبد النور هامل. صباح الخير عبد النور، كيف هي أجواء اقتناء المناصرين مناصري الخضر لتذاكر التنقل للكاميرون؟ صباح الخير فايزة. إذن بعد قرار رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون القاضي بتكفل بنقل مناصري المنتخب الوطني إلى مدينة دوالا الكاميرونية في ذهاب مباراة السد المقررة يوم 25 مارس، إذن نحن الآن متواجدون بديوان مؤسسات الشباب بحي السلام، النقطة المعتمدة هنا بولاية بشار لبيع التذاكر، لننقل لكم أجواء عملية سير بيع التذاكر بالولاية. وللحديث أكثر يحضر معنا السيد بوسعيد أحمد المكلف بالإعلام بولاية بشار. أهلا بك سيدي. إذن ولاية بشار خصصت
إجراءات تنظيمية ولوجستيكية لإنجاح هذه العملية؟ هل لك أن تحدثنا أكثر عن هذه الإجراءات؟ بالفعل صباح الخير. يعني بعد قرار رئيس الجمهورية عكفت السلطات المحلية نجاح العملية، أين تم تجهيز هذا الفضاء على مستوى ديوان مؤسسة شباب لتسجيل وبيع التذاكر بحضور شركة الأصفر الجزائر. كذلك فيما يخص الجانب الصحي، تم اعتماد قاعة متعددة الخدمات بالمنطقة الزرقاء لتخديم الدواء سواء ضد الملاريا أو كوفيد أو الحمى الصفراء. إذن شكرا لك سيد بوسعيد أحمد المكلف بالإعلام بولاية بشار. كما يحضر معنا كذلك السيد جمال رماسي ممثل شركة السياحة والأصفار. أهلا بك سيدي. إذن طائرتان مخصصتان لنقل مناصري الفريق الوطني لمدينة دوالا الكاميرونية، إذن ما هي الإجراءات التنظيمية واللوجستيكية التي هيئت من طرفكم لنقل هذه المناصرين وكذلك للتكفل الأمثل لهذه السفرية؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. تكفلت السياحة وأصفار الجزائر بالرحلة الجزائر من بشار إلى دوالة، رحلة يوم 25 مارس ذهاب إياب، وللعلم بأن سعر التذكرة 85 ألف دينار، والسعر الحقيقي للتذكرة لوحدها يدير 140 ألف دينار، إذن كاين فيها تخفيضات، وهذه 85 ألف دينار فيها تكفل من بشار إلى دوالة، ثم الرحلة إلى بالباصات إلى الملعب، زائد وجبة، زائد تذكرة الدخول للملعب. إذن شكرا جزيلا لك السيد جمال رماسي على كل هذه التفاصيل. كما يحضر كذلك معنا أحد المناصرين الذين سجلوا أنفسهم للذهاب إلى مدينة دوالا الكاميرونية. إذن مرحبا بك سيدي، أنت من المناصرين الأوفياء لمنتخب المنتخب الوطني. كيف استقبلتم هذا القرار، قرار رئيس الجمهورية بالتكفل الأمثل لنقل المناصرين لدوالة الكاميروني؟ السلام عليكم، صباح الخير. شوف والله لاستحسنا هذه المبادرة اللي قامت بها السلطات، جميع السلطات وعلى رأسها فخامة رئيس الجمهورية، وهذا لأول مرة في منطقة الجنوب. هي مبادرة مليحة، وإن شاء الله نتمنى المنتخب الوطني تعني يتأهل في مباراة السد، ولما لا تكون مبادرة إن شاء الله في مونديال قطر إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. إذن فايزة، هذا القرار سيسمح للعديد من المناصرين بالتنقل إلى مدينة دوالة الكاميرونية لمؤازرة أشبال الناخب الوطني جمال بالماضي، على أمل إن شاء الله الفوز لمباراة السد. فحد موفق لرفقاء رياض محرز. وهو كذلك زميلي عبد النور هامل، كنت معي مباشرة من ولاية بشار، شكرا جزيلا لك، والشكر أيضا موصول لضيوفك الأكارم. أعود إلى البلاتو إذن إلى السيد حاج هني. سيد حاج هني، كنا نتحدث عن الزراعة الذكية، الزراعة التحويلية ومستقبل القطاع الفلاحي، أيضا بإدماج الشباب، المشاريع المبتكرة من أجل النهوض بهذه الشعبة. شكرا سيدتي مرة أخرى، ولهذا خليني نكمل يعني العرض. نعم. عرض حال على المنتديات. نعم. أولا اللي تشارك فيها هذا الشبان باختصار فقط حتى نستكمل كل المختصين في المعاهد إلى غير ذلك من منتجين وحرفيين في هذا الموضوع، ويكون منتدى جزائري للحليب أولا. نعم. ومشتقاته، ثم بعد ذلك منتدى لتقييم الصناعات الزراعية. نعم. وتحويلها، ثم بعد ذلك منتدى متوسطي لتربية الدواجن وخاص يعني بتربية خاصة، ثم بعد ذلك نتكلم على التصدير. ما أدراك من التصدير؟ نعم. إلى جانب زليكاف إلى إفريقيا. طيب التصدير هو أيضا من بين الرهانات في الاقتصاد قطاع. نعم. التوجه ولا سيما في تحضير لهذا الشأن، خاصة المنتجات التحويلية الجزائرية عندها مكانة في إفريقيا، هي مطلوبة في. نعم. كثير من الدول. نعم نعم، هي في الحقيقة احنا نشوف في منظور يعني
الخطة أن التحويل لمنتوج الزراعي أو المواد الغذائية هو أذكى للوصول إلى هذه البلدان. نعم. أكثر مما يكون معناها كما نقولوا له إحنا نسميوه البرودوي فري، المنتوج الحي الطازج. نعم الطازج. ولهذا في انتظار كل اللوجيستيك اللي هي سواء بالنسبة للقط للتموين للتخزين إلى غير ذلك إلى غير ذلك أن يتحضر على مستوى القطر الوطني، ولهذا تنطلق العملية شيئا ما للبلدان القريبة إلى غاية أقصى إفريقيا إلى 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 كل جوانب اللي هي تطلب المواد المطلوبة من طرف الجزائريين. طيب هذه التظاهرة الاقتصادية التي تحدثنا عليها، المعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية تستمر إلى غاية 17 من هذا الشهر. نعم. ماذا بعد المشاركة خاصة فيما يتعلق بدعم ومرافقة المشاريع المشاركة؟ من جاء في إطار يعني الحاضنة اللي هي نشرف عليها كمجموعة حرفيين، مجموعة حرفيين تجاه الشباب اللي حاملي المشاريع. أولا إثناء هذا المعرض نخصص لعدة 20 حاملي مشاريع. نعم. أن يقدموا مشاريع هذه من جهة، ويفوز منهم البعض اللي هم يحصلوا على شهادات. هذه الشهادات تعتبر شهادة اللي تتقدم لتثمين أو لابيليزاسيون، البصامة، بصامة المشروع في حد ذاته، علامة المشروع. نعم علامة المشروع اللي هو يقدم إلى الوزارة المعنية اللي تقاضنه من جانب تسجيله وتقديمه كما نقول احنا للهيئات المعنية. هذه من جهة. من جهة أخرى كيف يكون بعد مسجع الآخرين أن يتقدموا للحضانة ونقدم لهم إرشادات وتوجيهات إلى غير ذلك حتى نمكنهم من تطبيع المشروع نتاعهم إلى غاية تقديمه للصح. لماذا؟ لأنها تخص فيه كيفيات، تخص فيه إرشادات، فيه توجيهات إلى غير ذلك حتى نثمن هذا المشروع لكي يكون جاهز للتطبيق. نعم أشكرك جزيلا سيد محمد حاج هني نائب رئيس مؤسسة في الأحياء للابتكار المنظمة والمشاركة في الإشراف على المعرض الدولي للزراعة وتربية المواشي والصناعات الزراعية، شكرا على كل هذه التفاصيل. لا شكرا لوجب سيداتي، وإلى اللقاء إن شاء الله. إن شاء الله. إذن مشاهدينا أبقى معكم مع القطاع الفلاحي. إلى مجال الصيد البحري، أطلقت الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات والوكالة الوطنية لدعم وتطوير المقاولاتية عملية تمويل 1000 مشروع لصالح المستثمرين في مجال تربية المائيات وتحديدا تربية سمك البلطي الأحمر العينة من ولاية المدية مع الزميلة آية دحو. استودع مهجور إلى مزرعة لإنتاج صغار السمك البلطي بطريقة النظام المكثف المغلق، 100 حوض يشرف عليها 42 عاملا، ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الإنتاج 300 طن في السنة. العمل اليومي مراقبة الأسماك، مراقبة الأسماك في درجة الحرارة، في الأكسجين، في البياش، في الأمونيا. عندما تكون كاين تلوث المائي لازم المراقبة اليومية دي لازم دائما ننتبهها. نقوم بعملية التلقيح في النوع تاع سمك تيلابيا شهريا. بعد عملية التوليد نجيبوهم هنايا باش يكبروا في هذا الحوض حتى وين يوصلوا للاستهلاك ولا باش نبيعوهم. حصلنا على رخص الدخول في الاستغلال، ودخلنا في الاستغلال النسبي باش نلبيو السوق الوطنية بأسبوعيات الأسماك. دوك هذه المزرعة تلعب دور كبير على مستوى الولايات تاعنا والولايات الإقليمية اللي تخلينا نخدمو بأريحية باش نحقو الأهداف المبتغاة إن شاء الله في نهاية السنة. دورات مجانية للفلاحين واتفاقيات مع مراكز التكوين والجامعات للتعريف بتقنيات تربية المائيات، خدمات تقدمها المزرعة. دونك هذو المزارع يوفرون لنا المادة اللي هي الأسماك
الاسماك باش يشوفوا هذه الاسماك، حياه الاسماك، الدوره الحياتيه نتاعها، طريقه التكاثر، يشوفوا فكره. ومن بعد احنا ندخلوا فيما بعد في هذا النظام باش نحط النباتات نتاوعي، انا استفيد من السمات ومنها نقي الباسين نتاعي بطريقه علميه. الطلبه يجيوا على مستوى المزرعه ويقوموا بالابحاث تاعهم من خلال عده مواضيع كما قلت، وهذه المواضيع تشمل الجانب البيئي، الجانب البيولوجي، وجانب النوعية كذلك من حيث التطوير، وكذلك من حيث آفاق جديدة لفتح آفاق جديدة للبحث. تشجيع تربية المائيات وإدماجها في النشاط الفلاحي يسمح باستغلال هذه المياه في السقي ويدعم الثروة السمكية. تدعيم إذن الثروة السمكية بالاعتماد على الأسماك في تربية المائيات هو من بين أهم الأولويات التي يرتكز عليها قطاع الصيد البحري. للمزيد من التفاصيل ينضم إلي الآن عبر الهاتف مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين دفلة سيد حسين مليتش. صباح الخير سيدي، أهلا بك. صباح الخير وأهلا بكم إن شاء الله. أهلا بك. إذا نتحدث اليوم عن تربية المائيات، السمك البلطي الأحمر بالتحديد، كيف هي عملية التحكم في هذا النوع من المشاريع، تربية هذا النوع من السمك من أجل رفع قيمة الاستهلاك الوطني السمكي وتوفير هذه المادة أمام المستهلك؟ شكرا. إذا في إطار خريطة طريق وقطاعية في مجال إعادة بحث تربية المائيات على المستوى الوطني وخاصة على مستوى المدن القارية، دونك الوزارة تاعنا أخذت هذه المشاريع بعناية كبيرة من أجل رفع الإنتاج الوطني في هذه المادة وخاصة في الأوقات الندرة. إذا فيما يخص هذه المادة اللي هي تبنتها الوزارة تاعنا هذا السنة لإنتاج أكبر عدد ممكن من سمك البلطي على المستوى الوطني وضخه في المسامك الوطنية لما لها من أهمية قصوى في تربية في الشبكة الغذائية على المستوى الوطني. إذن الوزارة تاعنا أخذت على عاتقها عملية تحسيس وعملية التكوين من أجل الوصول إلى المبتغى، والسبب الأول اللي خلات الوزارة تتبنى تربية السمك البلطي على المستوى الوطني وهذا يعود إلى التحكم الكلي في طريقة تربية هذا النوع من الأسماك، من توفير كل من مدخلات لتوفر مدخلات الخاصة بتربيتها مثل الأسبوعيات الصغيرة اللي هي تنتج على المستوى الوطني بكميات معتبرة وأيضا بجودة عالية، أيضا توفر أعلاف تاعها المستوى الوطني اللي كانت في القريب وفي اللي كانت في اللي كانت في واحد الوقت نقوم باشتراك تاعها على المستوى الخارج، دونك السنه هذه راهي موجوده على المستوى الوطني بكميه وبجوده عاليه. ايضا من نوع هذا النوع من المزارع يخلينا اولا نوفروا اليد العاملة على المستوى المحلي وخاصة على مستوى المناطق اللي تكون جنرال وتكون مناطق ظل أو مناطق بعيدة عن السكنات. أيضا هناك أيضا سيد مليتش بالحديث عن اليد العاملة المتخصصة والتي تتحكم أيضا في هذا النوع من الزراعات، استزراع هذا النوع من الأسماك، نتحدث اليوم عن أصحاب مشاريع مصغرة في هذا المجال، تشجيع الشباب على إنشاء مزارع لزراعة الأسماك، كيف هو إقبال الشباب على هذا النوع الجديد، على هذه الشعبة الفلاحية التي ربما بدت ثمارها الآن من خلال كل ما ذكرت، من خلال المحافظة على التنوع الغذائي وتوفير هذه المادة في أسواقنا في مختلف المدن؟ شكرا. إذا قطاع الصيد البحري وخاصة الوزارة الوصية تقوم بتشجيع الفلاحين والمستثمرين
في ولوج هذا النوع من تربية الأسماك أولا لسهولة التربية تاعها وتوفر كل المدخلات فيها. أيضا هناك برنامج وطني اللي هو برنامج 2000 قرض مصغر ممنوحة من طرف كل من وكالة وطنية دعم تنمية المقاولة العناد والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لونجان لتوفير أنشطة لتمويل أنشطة القطاع لفائدة الشباب خريجي المؤسسة التكوينية وكذا حاملي المشاريع. ما يخلفكمش أيضا القطاع تاعنا راه يكون يقوم بعملية تكوينية واسعة على المستوى الوطني وخاصة الفلاحين أو حاملي المشاريع من أجل التعريف بهم بهذه بهذا التربية النوع الجديدة من أسماك صيد البلطي البلطي. وهذا يدخل أيضا في إطار تشجيع دمج تربية المائيات مع الفلاحة. ما خفاكمش تاني فلاحين تاعنا على المستوى المزارع تاعهم عندهم أحواض من مياه متوفرة بكثرة. احنا نقوم بعملية التكوين تاعهم ونزودهم بصغار أسماك من أجل الدخول في تربية الأسماك هذه بما لها من أهمية أولا للزراعة تاعها رفع المردودية وأيضا لتوفير مادة البروتينية جديدة لهم أيضا أو لتوفيرها في السوق. وهو كذلك سيد حسين ميليتش مدير الصيد البحري وتربية المائيات لولاية عين دفلة، أشكرك جزيلا على قبول المشاركة معنا في برنامج هذا الصباح. أعود معكم مشاهدينا الآن للحديث حول فعاليات إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، عدة تظاهرات بالمناسبة في العديد من ولايات الوطن، الوجهة على المباشر إلى تندوف. معي من هناك زميلي عمار تودين. عمار صباح الخير، أهلا بك. عمار ضعني في صورة إحياء هذا اليوم بولاية تندوف، أنت بالتحديد في المركز البيداغوجي للولاية، تفضل. تحية لك زميلتي وجميع مشاهدي التلفزيون الجزائري. نحن الآن متواجدون بالمركز النفسي البيداغوجي بولاية تندوف، هذا الصرح الذي يحتضن الاحتفالية باليوم الوطني لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة. البرنامج المسطر هو عبارة عن حفل بهيج نلمسه ونراه على ملامح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا على أوليائهم الحاضرين معنا في هذه الاحتفالية. لمزيد المعلومات أستضيف معي مدير النشاط الاجتماعي حرب عبد السلام ليعطينا يعني ما هي أهم الفقرات التي يحتوي هذا البرنامج وما هي أهم المكاسب اللي حققوها ذوي الهمم والامتيازات التي استفادوا منها مؤخرا بولاية تندوف. شكرا سي عمار. كما قلت نحن الآن في المركز النفسي البيداغوجي للطاقم مع واقعين دينيين بتندوف للمشاركة في الاحتفالات الخاصة بذوي الهمم. كما قلت لأنه صحيح ذوي الهمم فيه قدرات خارقة بالنسبة لهذه الأطفال، بالنسبة للطاقم البيداغوجي له شرف على هذه العملية، وهذا بإشراف السيد والي ولاية تندوف. نحن سطرنا برنامج للمناسبة فيها ألعاب، وخلال اليوم فيه حفل رسمي فيه أنشطة وفيه مفاجآت كبيرة، لأنه بالنسبة على نقولوا ذوي الهمم لأنه هادو عندهم خروقات خارقة للعادة من خلال اكتشاف بعض المواهب اللي ما نشوفوهاش في العاديين وما نشوفوهاش في الأسوية، وهذا بجهود كامل ساكنة ولاية تندوف، سواء على مستوى المجتمع المدني، سواء الأسرة الإعلامية، سواء الإذاعة، سواء كل موقع، كل واحد في الموقع نتاعو راه يساهم بدوره في التخفيف. توجد بعد إذنك توجد بعض الورشات لبعض الأطفال، يعني رانا نشوف ورشة الخياطة، ورشة التلوين وغيرها، ممكن تشرح لنا بعض الورشات المشاركة؟ هو هذا بالتنسيق مع القطاعات الشركاء، سواء كان الشباب الرياضة، سواء كانت التربية الوطنية، سواء كان التكوين المهني. في عندنا أطفال راحوا للتكوين المهني وتحصلوا على شهادات، وهذا بتأهيل مهني قبل ما يروحوا للتكوين المهني. وعندنا كاين تلاميذ معاقين سمعيين على نقولوا ذوي الهمم تحصلوا على شهادات نتاع بلومبي اللي يقدر يباشر بها العمل نتاعو على مستوى الحرف، وهذا امتياز كبير اللي لقيناه في خلال الانشطه اللي على مستوى المراكز المتخصصه، سواء كان الخياطه، سواء كان الجبس، سواء كان البلومبي. وثاني عندنا بالنسبه كاين بعض الاختبارات النفسيه اللي مؤهله كوسائل بيداغوجيه، هذه دعمنا بها المراكز المتخصصه للاستفاده هاد الاطفال من هاد الاختبارات النفسيه اللي تساعدهم على الذكاء وعلى التحصيل وعلى الادراك وعلى امور اللي تساهم في تنشيط
وراه عندنا مدير مدرسه اطفال مواقي سمعيين اللي قرابو عبد الرحمن اللي هو مدير في المدرسه يزيد يعطي تفاصيل اكثر حول الوسائل البيداغوجيه المستعمله. شكرا سيد المدير. نعم، بما ان المناسبه موجهه لذوي الهمم نستضيف معنا مدير مدرسه المعوقين سمعيا. مدرسه المعوقين سمعيا بيتندوف تتميز بطاقات ومواهب لذوي الهمم وامكان يعني اهم الانشطه او اهم يعني زبده نجاحكم من خلال متابعه هذه الفئه. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام والسلام على اشرف المرسلين. نشكر المؤسسه العموميه للتلفزيون للحضور، دائما الحضور تاعهم في الاحتفالات هذه. مدرسه المعوقين السمعيه كما قال السيد المدير انها مشارك في نشاطات اليوم الوطني ذوي الاحتياجات الخاصه بابراز الطاقات وابراز المواهب تاع الاطفال تاعنا في المدرسه. شارك مدرسه الاطفال المعوقين السمعيين في اليوم هذا في البرنامج الكل، لان البرنامج كان مسطر قبل 14 مارس بالبرنامج بتظاهرات رياضيه، تظاهرات ثقافيه مع الجمعيات مع مديرية الثقافه، اضافه الى مشاركه النادي بالمدرسه، النادي الرياضي للصم بالمدرسه في دوره رياضيه في العدو الريفي في كره القدم وفي حتى الالعاب الكبرى. من حيث النشاطات اليوم هذا الوطني هذا، شاركت المدرسه بنشاطات من بينها عندنا فيديو يبين طريقه التكفل بالاطفال بالمدرسه من دخول الطفل حتى خروجه، اضافه الى ورشات اخصائيين النفسانيين الارطفونيين مع الطفل، اضافه الى ورشات لاطفال كانوا عند متمدرسين عندنا في المدرسه ودخلناهم التكوين المهني وتحصلوا على شهاده تسمح لهم الدخول ولوجه عالم الشغل. عندنا ابراز النشاطات تاعهم، يعني هي عديد النشاطات مسطره على مدار السنه. شكرا سيد المدير، لا باس ان اختم الصوره بهذه الصوره الجميله المعبره لمن يحتفلوا نحتفل واياهم. نعم. بعيدهم. هذا القمرين 14 ما شاء الله عليهم، هم بالامس كانوا ذوي الاحتياجات الخاصه، هم الان طاقه ايجابيه دمجت. نعم. في المجتمع وابرزت همتها العاليه. نعم عمار أتوردين، هم ذوي الهمم، أشكرك جزيلا، وضعتنا في صورة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة مباشرة من المركز النفسي البيداغوجي بولاية تندوف. أكيد التفاصيل تأتي في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. شكرا لك مجددا. إلى موضوع آخر الآن مشاهدينا، نبقى لنتحدث عن التعليم، هذه المرة التعليم الإلكتروني، الدور الذي تقوم به وسائل التعليم البيداغوجية من أجل تفعيل هذا النوع من التعليم عن بعد، خاصة تحضيرا لأهم الامتحانات. معرض الوسائل التعليمية البيداغوجية بولاية غردايا في هذه الورقة من توقيع أمين شقبقب. أكثر من 250 وسيلة تعليمية تم عرضها في هذا الصالون بهدف تبسيط المفاهيم وتذليل العقبات لدى التلاميذ وتحبيب القراءة والتعلم لديهم. فيه الألعاب، ليس ألعابا، بل الأطفال يلعبون ويستفيدون منها كثيرا، وفي المستقبل يصبحون أذكياء. المعرض بها ديسلبان تصور بعد الألعب أتنركبة. المعرض كان فرصة للأساتذة والمربين لتبادل الخبرات بينهم واكتشاف القائمين على المؤسسات التربوية ودور الحضانة لمختلف الأساليب والطرق الحديثة في التدريس، كما كان لجمعيات ذوي الهمم مشاركة فعالة في هذا المعرض. في هذه المرحلة يهتم بالأشياء الملموسة والمحسوسة، لذلك نجد أن كل هذه الوسائل والألعاب كلها ملموسة ويحتاج إلى يعني أن يلمسها ويعيش هذا العالم لكي يستطيع أن يكتسب المهارات والمعارف والمعلومات. وذوي صعوبات التعلم ننمي فيهم التركيز والانتباه والإدراك في أقسام خاصة لصعوبات التعلم بأمثال هذه الوسائل البسيطة من السهل إلى الصعب. جمع في هذا المعرض أكبر عدد من الوسائل التعليمية، وأكيد الأساتذة عند زيارة لهذا المعرض يتبادلون الأفكار، وفائدة الثانية كذلك داخل القسم لتقريب الفكرة والفهم للتلميذ. حاولنا أن تكون وسائل بسيطة، يعني باستخدام الكرتون وباستخدام الخشب وباستخدام ألوان وأشكال بسيطة
تجعل التلميذ يستطيع أن ينجز تلك اللعبة أو تلك الوسيلة ويبدع فيها أكثر. وفعلا وجدنا تلاميذ أيضا أبدعوا في الوسيلة، يعني فقط أعطينا لهم الفكرة وأتت لهم أفكار جديدة وجميلة جدا. شاركنا في هذا المعرض بالأدوات التربوية أو التعليمية المستعملة في لتعليم المكفوفين، كتابة البرايل، فيه طبعا فيه قصص مكتوبة مطبوعة وألواح للكتابة والحساب، وكذلك هناك مصحف للقرآن الكريم برواية ورش. هو فضاء جميل للإبداع والتميز، يسهم في تطوير قدرات الإدراك والاستيعاب عند البراعم والتلاميذ، كما يعتبر سانحة للأولياء لمرافقة أبنائهم من خلال الوسائل الإبداعية البسيطة. وسائل تعليمية إذن بيداغوجية تعنى بالتحصيل العلمي الجيد والحسن. نتحدث عن دور التعليم الإلكتروني الآن، خاصة في التحضير لامتحانات نهاية الأطوار المتوسط والثانوي. أيضا المنصة الرقمية دروسكم مهام كبيرة من أجل التكفل بانشغالات التلاميذ وانشغالات الأولياء. أيضا أرحب بمؤسس المنصة يحضر معي في البلاتو وسيم حلاسة. صباح الخير، أهلا بك. صباح الخير لك ولكل متابعي التلفزيون الوطني. قبل أن أبدأ معك هذا الحوار، مباشرة إلى مدرسة المعاقين بصريا بالعشور هنا بالعاصمة، تلتحق بي زميلتي فوزية تاج لتضعنا في سورة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. تفضلي فوزية. إذا نعم زميلتي فايزة، نحن حاليا متواجدين بالمدرسة كما قلت، بمدرسة المعاقين بصريا بالعاشور، حيث تقام هنا أو يقام هنا برنامج متنوع من أنشطة يقوم عليها أو قد يقدمها تلاميذ المدرسة بالإشراف وتأطير تحت إشراف وتأطير المؤطرين على مستوى المدرسة. كما تلاحظون من ورائي هناك عدة أنشطة قام بها تلاميذ المدرسة، ونحن نجوب في رواق هذه الأنشطة. بين هذه الأنشطة صادفتنا جمعية كان لها دور فعال منذ 3 سنوات في إنجاز أو في إنجاز بعض الممرات الخاصة بالمعاقين، وأخذت بلدية باب الواد كنموذج لذلك. الجمعية تحت رئاسة السيدة حزية رزيق، وهي رئيسة جمعية المعاقين بباب الواد أمل وعمل، وفعلا كان العمل عن طريق هذا المشروع الخاص بإنشاء ممرات للمعاقين في الأماكن العمومية في الطرقات وحتى عبر المؤسسات التربوية ومختلف المؤسسات الأخرى لتسهيل مرور أو لتسهيل الممر أمام المعاقين. مرحبا بك سيدتي. مرحبا. إذن لو نتحدث عن المشروع، كيف جاءت لكم الفكرة هذه أولا؟ والله المشروع كان يعني هو كان في القانون لذوي الإعاقة، دونك احنا خممنا فيه وقلنا باللي لازم يكون لو بروجي ديالنا او نيفو دو لا دايره دو باب الواد، يعني نموذج تكون لا دايره دو باب الواد دائره نموذجيه. دونك خدينا عينه من البلديه من لو سونتر دو سانيتير القطاع الصحي ببلديه باب الواد كيتاني حتى لوبيرا، خدمنا ديزاكسي وين قعدنا معهم سهرنا معهم حتى العشرة تاع الليل، وكما يقول واحد والحمد لله في لو 3 ديسمبر وين دشنا الممرات مع الاكس والي دو لا دايره دو باب الواد والي ديليغي، والحمد لله اليوم هنا جبنا هذا لو بروجي وشفنا باللي لا بون فولونتي بوليتيك اللي اكزيست، وان شاء الله حنا نعرضوا نزيدوا نعرضوها على الوالي دالجي باش تكون الحركه في هذا اسمه الموضوع، وان شاء الله راح نقدروا نعموها ولايه او ميم طون سورتو في دوتغ دايره دو لا ولايه دالجي بيان على المستوى الوطني. ولماذا؟ طبعا حنا كنا نديروا قوافل الخير، وشاك قافله اللي نديروها نكسبوزيو لو كا داكسيسيبيليتي
على والي من ولايات، والحمد لله ياخذوها يعني بعين الاعتبار. كيفاش كان الاقبال تاع يعني ذوي الاحتياجات لهذا المشروع، وحتى يعني المواطنين واهاليهم خاصه؟ والله نقول لك حاجه، لاكسيسيبيليتي سي لاكسيسيبيليتي بور تو الموند، يعني ماشي سبيسيالمون بور هانديكابي. حنا المشروع هذا عندنا لو تيكست دابليكاسيون، يسوفي برك تكون عند لا بون فولونتي بوليتيك عند هيئات يعني المختصه، ويكونوا سوغ لو تيران كيما نقولوا حنايا لي انفراستركتور فوالا العموميه، نشوفوا باللي لي بوست لي دايره، نشوفوا لا كناس ايتو كاين دي زوبستاك. مي حنايا راح نعرضوا هذه المشاريع كلها طبعا المختصين في اللجنه القانونيه للمرصد الوطني للمجتمع المدني، بيسك راح نعموها ان شاء الله باش تكون اون فورس. في مشاريع اخرى مستقبلا يعني من طرف الجمعيه تاعكم غير هذا المشروع هذا؟ طبعا دوك احنا رانا هيئه استشاريه لدى رئاسه الجمهوريه، وراني عضوه بالمرصد الوطني للمجتمع المدني، ومكلفه ثاني ايضا باللجنه القانونيه. راح نعودوا سير القانون خاص بذوي الإعاقة، وإن شاء الله تكون فيها دي جورني ديتود، أيام دراسية خاصة احنا عرضوا كامل فيها المجتمع المدني وجمعيات خاصة بذوي الإعاقة، باش نعرضوا مشاريع قانونية اللي راح تهم لونديكابي وتكون يعني إن شاء الله في المستوى المطلوب إن شاء الله بالتوفيق. إذن كما قلت هي نموذج من النماذج العامل والفعال في المجتمع لتسهيل عمل نعم فوزية دمج هذه الفئة التي فعلا أثبتت جدارتها هنا في مختلف النشاطات وفي مختلف الميادين. نعم فوزية تاج، أشكرك يا جزيلا، والشكر موصول أيضا لضيفتك الكريمة. كنت معي مباشرة من مدرسة المعاقين بصريا بالعشور هنا بالعاصمة، حيث أيضا فعاليات ونشاطات مختلفة لإحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. أرحب مجددا في البلاتو بوسيم حلاسة، هو صاحب منصة حديثة للتعليم الإلكتروني. أهلا وسهلا بك. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وشكرا لكل متابعي القناة الأرضية. شكرا. إذن هذه المنصة الموجهة للتلاميذ في مختلف الأقسام لم تهمل هذه الشريحة، شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث عندهم نصيب أيضا في التعليم عن بعد. نبدأ من هذه النقطة، اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، الأولوية لهذه الفئة. أكيد بمناسبة يعني اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الهمم، فئة كبيرة منهم اللي هم فئة التلاميذ، مع تطور التكنولوجيا في التعليم وما إلى ذلك والتواصل، منصة دروسكم هي منصة تعليم إلكتروني ليمكن للتلاميذ أنهم يمارسوا هذاك الدعم المدرسي في منازلهم. يعني من هذا الباب منصة دروسكم لقيت يعني قابلية، وحتى كانت فئة كثيرة وعندنا نماذج منها يمكن أن بعد نسردوها إن أتيحت الفرصة، وين تلاميذ يعني كان عندهم هذاك العجز البدني وكانت عندهم هذيك الهمة وهذيك الإرادة في مواصلة مشوارهم الدراسي، يعني كانوا من منازلهم يدرسوا مع أساتذتهم وعندهم نفس الحظوظ ونفس الفرص من أجل تحسين مستواهم الدراسي. ما هي أهم البرامج الموجهة خاصة المواد التي تشهد إقبالا من طرف التلاميذ؟ والله حاليا ربما كان في السابق أنه الإقبال مقتصر فقط على ربما تلك المواد اللي عندها معاملات كبيرة، لكن الآن أصبحت كل المواد عندها وزن وكل المواد عندها هذه القيمة في التحصيل العلمي. لذلك منصة دروسكم وفرت تقريبا كل المواد للسنوات الدراسية انطلاقا من الخامسة ابتدائي حتى الثالثة ثانوي، وين التلاميذ يقدروا يحضروا مع أساتذتهم مباشرة، يعني دروس دعم مسائية في فترة. هناك مبدأ التفاعلية بين التلميذ والأستاذ. أكيد وهذه هي الخاصية اللي تميزنا بها، أنه نعم هناك
تفاعل مباشر بين التلاميذ وبين الأستاذ، بمعنى أن التلميذ يقدر يكلم الأستاذ تاعه، التلميذ يقدر يكتب للأستاذ تاعه، يكتب الأسئلة ولا يطرح الأسئلة، وفي نفس الوقت أيضا يقدر يجاوب بطريقة تفاعلية حديثة. جميل جدا. إذن هذه المنصة موجهة لكل شرائح التعليم جميع الأقسام. كيف كانت فكرة إنشاء المؤسسة منذ البداية في عام 2016؟ نعم، منصة دروسكم انطلاقتها كانت سنة 2016، كانت عبارة عن قناة يوتيوب، يعني اجتمعت عليها أنا مع بعض الأساتذة، وين كنا نحطوا أو نسجلوا دروس بشكل فيديوهات على قناتنا على اليوتيوب. بعدها حينا الفكرة أنه نخرجوا من هذا المحتوى اللي ربما اليوتيوب كما تعرفون أنه منصة شاملة لكل المحتويات، إلى منصة خاصة وين تقدر تقتصر فقط على المحتوى العلمي، يعني هنا باش نوفروا هذاك المحتوى المناسب والآمن للتلاميذ. وبعدها يعني مع ظهور يعني جائحة كورونا وما إلى ذلك، أصبحت خاصية التفاعلية يعني خاصية مطلوبة، وين ربما هذاك الاستقبال فقط من المقاطع تاع الفيديو لازموا هذاك الاستجابة المباشرة من عند الأساتذة. طورناها مع مطورين الحمد لله من هنا من الجزائر، وين أصبح لدينا يعني منصة رقمية تفاعلية تتيح التعليم وتتيح يعني التمدرس والدعم المدرسي إن صح التعبير لكل شرائح المجتمع سواء المتمدرسين أو غير المتمدرسين. طيب وسيم حلسة ابقى معي، أعود إليك. مشاهدينا نتابع الآن مباشرة من استوديو الأخبار الموعد الإخباري لتمام الساعة 10، ثم نعود لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح. العاشرة صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. بداية، ترأس السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني أمس اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عرضا مشتركا بين قطاعي الفلاحة والتجارة حول وفرة المواد الاستراتيجية وتوقعات إنتاج المواد الفلاحية الأساسية، إلى جانب دراسة مشاريع قوانين تتعلق بترقية الاستثمار، الإجراءات المدنية والإدارية، الصيد البحري وتربية المائيات. وقد استهل السيد الرئيس الاجتماع بتوجيه شكره للسيد الأمين العام والمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية لقبولهم اقتراح الجزائري بعقد القمة العربية 31 بالجزائر في الفاتح نوفمبر، تاريخ اندلاع الثورة الجزائرية المجيدة برمزيته ووقوف الأمة العربية بجانبها. وبعد الاستماع لعرض الوزير الأول والتقرير الدوري للسيد وسيط الجمهورية حول تطور وضع المشاريع الاستثمارية العارقة، والذي تضمن رفع القيود عن 109 مشاريع استثمارية إضافة إلى أخرى دخلت حيز الاستغلال، وإلى جانب خلق 2420 منصب شغل، ما يعني استحداث 30133 منصبا فعليا منذ بدء عملية رفع القيود. وبالمناسبة أسدى السيد الرئيس جملة من التوجيهات والتعليمات، أهمها محاربة الأساليب البيروقراطية وتضمين ذلك في قانون الاستثمار الجديد. كما أمر السيد الرئيس بإثراء النقاش من خلال إعادة إصدار قانون جديد لترقية الاستثمار يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة وضمان استقرار الإطار التشريعي لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كذلك تبسيط الإجراءات وتعزيز صلاحيات الشباك الوحيد، اقتصار الدعم والحوافز الضريبية على القطاعات أو المناطق التي تحظى باهتمام خاص من الدولة، واعتماد مراقبة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل. وحول مشروع قانون تعديل الإجراءات المدنية والإدارية، أعرب السيد الرئيس عن ارتياحه للتعديلات المقترحة التي تكرس المكاسب الواردة في الدستور 2020 كإجراء الفصل في النزاعات التجارية، أما المحاكم التجارية فقط. أما بخصوص مشروع تعديل قانون الصيد البحري وتربية المائيات،
فقد تقرر قبول مشروع التعديل في شقه المتعلق بإنشاء تعاونيات مهنية للفاعلين في المجال. إلى جانب ذلك، تم تكليف الحكومة بإعداد مشروع قانون توجيهي يحمي ويدعم نشاط الصيد البحري وتربية المائيات ومنح الامتيازات لتشجيع المهن الصغيرة ومعالجة إشكالية تسيير موانئ الصيد، إضافة إلى إعادة توحيد فروع الشركة الوطنية الجزائرية للفلاحة كنان باعتبارها رمزا للسيادة الوطنية. حول العرض المشترك لوزيري الفلاحة والتجارة، أمر رئيس الجمهورية بفتح تصدير كل ما تستورده الجزائر من منتجات استهلاكية كالسكر والعجائن والزيت والسميد وكل مشتقات القمح، مكلفا وزير العدل بإعداد مشروع قانون يجرم تصدير المواد غير المنتجة محليا باعتباره عملا تجريميا للاقتصاد الوطني، ومنع ومواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة وتشجيع استهلاك المنتج محليا مع تقديم تحفيزات للفلاحين الممولين للمخزون الاستراتيجي للدولة. وعملا بتوجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى ترقية الاستثمار الوطني، تأخذنا زميلة سهام موسى رزوق في هذا الروبورتاج إلى الحقل المنجمي جبل العنق ببير العاتر بولاية تبسة، حيث يعكف مهندسون شباب على تعزيز الإنتاج بهذا المركب الذي يجسد واحدا من الاستثمارات الاستراتيجية المعول عليها لإنعاش الاقتصاد الوطني خارج المحروقات. نتابع. الحوض الفوسفاتي الذي تسخر به ولاية تبسة يجعل من الجزائر تصنف في المرتبة الثالثة في خارطة العالم للدول المنتجة للفوسفات، بديل آخر من البدائل الطبيعية خارج قطاع المحروقات يعول عليه في تنويع صادرات الجزائر. الحوض المنجمي للفوسفات ببئر العاتر يحتوي على احتياطي جيولوجي كامل يقدر بحوالي 2.8 مليار طن، ينقسم إلى 4 مناجم. انتقلت كاميرا التلفزيون إلى جبل العنق بدائرة بير العاتر التي تبعد عن مقر ولاية تبسة بحوالي 90 كيلومتر. تضم المنطقة أكبر حقل منجمي ومركب تحويل الفوسفات في الجزائر باحتياطي يقدر بأزيد من 2 مليار طن. خصوصية المنجم نتاعنا أنه يستعمل في صناعة لاسيد فوسفوريك، لاسيد فوسفوريك، وبالنسبة للاكوش دو مينري كي طبقة المعدن راهي الوحيدة في العالم، وتعتبر ان فرونسي سي سكوندال جيولوجيك. سكوندال جيولوجيك هذه براتيكمون سي لي نيكوموند. لا برودكسيون دو لا ماس روشوز في المنجم راهي 12 مليون 800 طن. بالنسبة للمعدن 2.8 مليون طن، هذه باش نديوها للمصنع للتكرير. وبالنسبه لاروج دو ديكوفرتور اللي هي ستيريل، سكون ابل ستيريل، اللي تيفاكيو فير دي تيريل اكستيريور. حقق مركب تحويل الفوسفات ارتفاعا في الانتاج رغم ظروف جائحه كورونا، رقم لم تشهده الجزائر منذ سنوات. بالنسبه للسنوات الاخيره المركب تحولا تاريخيا بالنسبة لسنة 21، وين أنه أنتج تقريب أكثر من 1,800,000 طن، ومن المبيعات 1,900,000 طن، وهي موجهة كلية إلى الإنتاج إلى الخارج إلى التصدير. بالنسبة الدول التي نتعامل معها في التصدير وهي قارة أوروبا، قارة آسيا، وأمريكا الجنوبية. إنتاج يقابله إرادة قوية للدولة في توسيع رقعة المشاريع الاستثمارية في الطاقات، حيث من المرتقب إنجاز مشروع استغلال الفوسفات وتحويله بمنطقة بلاد الحدبة ببير العاتر، حيث تم ربط المشروع مؤخرا بشبكة المياه والغاز، إنجاز سيساهم في توفير ما يقارب 5,000 منصب شغل. لحينا على مسؤولين التكوين المهني للتنسيق التام مع شركة سومي فوس لإحصاء التخصصات المطلوبة من طرف شركة سومي فوس
للتكوين في هذا في هذا في 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 هذا الإطار لسمح لأبنائنا إيجاد يعني فرصة عمل في خاصة في هذه المنطقة الحدودية نتاع بئر العتر. مشروع ينتظر أن يدخل حيز الخدمة بتكلفة 6 مليار دولار ترفع فيها الجزائر التحدي لدخول مجموعة أكبر مصدري الأسمدة في العالم. وإلى جانب مادة الحليب تسعى وزارة التجارة لضمان وفرة السلع ذات الاستهلاك الواسع مع ضمان استقرار أسعارها خاصة قبيل شهر الفضيل. ربيع أبو زيدي. توفير المواد ذات الاستهلاك الواسع من خلال تموين سلاسل التوزيع عبر المحال والمراكز التجارية لضمان الوفرة وضبط الأسعار. Sincèrement, l'alimentation se trouve partout. نهضر الواحد اللي يقول الحق راه كاين متوفرة وبقوة عندنا جو فوا با لو بروبليم. يعني نلقى المواد اللي راهم يهضروا عليها ويقولوا راه ناقصة ماهيش ناقصة. كاين حوايج أخرين كاينين مي سون شير لي باتي سون تري شير سون تريبلي كوادريبلي لو بري وشاك فوا لي برودوي أوغمونت. ما على بالناش حنا لا كوز برينسيبال تاع لي زوغمونتاسيون دي بري ما على بالناش. دخل الحانوت زادوا ما فهمناش لا ريزون. ترويج إشاعات مغلوطة حول المواد ذات الاستهلاك الواسع يؤثر على السلوك الاستهلاكي للمواطن بشكل سلبي ويدفعه نحو الإفراط في التخزين وغيرها من الممارسات التي تضر قدرته الشرائية. يعني شاك رومور نشوفوها في لي ريزو سوسيو ولا في هكا بوشا وغير صدقوها ما نصدقوهاش. تفشي واحد الإشاعات يقول لك هاي راح تخص هذه راح تخص هذه كلش متوفر. لهذا نقول على الأقل واحد يحاول كذلك يتحكم في نفسه ويتحكم كذلك في نمط استهلاكه. نوجه الكلمة النداء للمواطنين والمستهلكين على حد سواء بضرورة توخي الحذر في الاستهلاك وعدم اللجوء إلى التخزين المفرط الذي قد يحدث ضغط على بعض المواد الاستهلاكية والتي هي متوفرة بكمية معقولة وجد معتبرة على المستوى المخازن على المستوى السوق الوطني. القدرة الشرائية للمواطن هي نتاج عدة عوامل أساسها عقلنة الاستهلاك والحد من المضاربة والاحتكار ودحض المغالطات التي قد يروجها المنتهزون وينشرها الجشعون. وأمام الارتفاع الذي تعرفه أسعار البطاطا في الأسواق تدابير استثنائية استعجالية اتخذتها الدولة من أجل ضمان استقرار أسعار هذه المادة وسعة الاستهلاك. من ولاية عين دفلة التي حققت إنتاجا وفرا في مادة البطاطا هذه السنة يرصد لنا زميل مالك درحمون ما يلي. هكذا تبدو الأراضي الفلاحية من علين بولاية عين الدفلة، خيرات ومحاصيل كبيرة في العديد من المنتوجات الفلاحية بفضل الإرادة الصلبة للفلاحين واستخدام أحدث التكنولوجيات في عملية الزراعة مما يؤهلها لتزويد مختلف الأسواق عبر الوطن. السنة الماضية مقارنة مع السنة هذه اللي أنا فيها إن شاء الله بربي الإنتاج يكون أكثر فأكثر، وإن شاء الله إحنا صاهرين به نوفروا المنتوج للسوق باه يكون في الاكتفاء الذاتي. رانا نخدمه رانا هنا معها ليل ونهار وبربي ان شاء الله في اواخر افريل ان شاء الله تكون واجده. هنا راه نشوف البسباس رايت راه الانتاج وافير يشد منا حتى رمضان ولا يفوت رمضان ان شاء الله بربي. وفيما يخص الطماطم الصناعيه نحن نعمل جاهدين بتوفير كميه من الشتلات اللازمة لتمكن الجزائر التي مكنت الجزائر من تحقيق اكتفاء ذاتي في هذه المادة الأساسية التي كانت في الآونة الأخيرة تستوردها من الصين الشعبية. ولتغطية النقص الحاصل في منتوج البطاطا على مستوى الأسواق شرعت المصالح الفلاحية في تسويق البطاطا المخزنة نحو العديد من الولايات وبسعر محدد لا يتجاوز 60 دينار. على مستوى ولاية عين دفنة لدينا كمية هائلة وهذا الفضل رجع للفلاحين الذين انخرطوا في برامج التخزين. هذه المادة ستباع على مستوى النقاط بالولايات المحددة. مؤهلات كبيرة وإنتاج وفير
سيمكن ولاية عين الدفلة من تحقيق التوازن على مستوى السوق الوطنية مع توفير المنتوجات الفلاحية للمواطن وبأسعار معقولة، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك. إلى حوادث الطرقات التي ما زالت تحصد المزيد من الضحايا، حيث أودى حادث مرور أليم وقع الليلة الماضية في حدود الساعة 10:45 بولاية تبسة، أودى بحياة 6 أشخاص وإصابة 23 آخرين إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين على الخط الرابط بين ولايتي الوادي وعنابة واصطدامها بجدار مصنع الزجاج بالطريق الوطني رقم 16 ببلدية المالبيض، وقد تدخلت وحدات الحماية المدنية لإسعاف المصابين. تختتم اليوم بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال الاجتماعي 47 للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. وبالمركز الدولي للمؤتمرات دائما وعلى هامش هذا الاجتماع، استقبل أمس رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي أتالاي أورهان عضو المجلس التركي الكبير، كما استقبل عضو مجلس الشورى الإيراني إبراهيم رضاي. رئيس المجلس الشعبي الوطني استقبل أيضا محمد القريشي نياس الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. وقد شكلت المحادثات فرصة لتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامية. وبالمناسبة قدم الشكر للجزائري على حسن الضيافة والاستقبال. دوليا وفي أوكرانيا، يستأنف اليوم الطرفان الروسي والأوكراني عبر تقنية التحاضر عن بعد جولة جديدة من المفاوضات، وكان الجانبين قد أعربا عن استعدادهما لمواصلة الحوار في ظل تحقيق تقدم في فتح الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين. على صعيد الميداني، تتواصل العملية العسكرية الدفاعية الروسية في يومها 19، حيث استهدفت العملية أمس مركز تدريب للمرتزقة قرب لفيف على حدود بولندا غرب أوكرانيا في ضربات بقذائف عالية الدقة بعيدة المدى، مما أدى إلى مقتل 180 من المرتزقة الأجانب وتدمير أسلحتهم حسب وزارة الدفاع الروسية. من جهته، جدد الرئيس الأوكراني زيلينسكي دعوة الناتو إنشاء منطقة حظر جوي فوق بلاده. رياضة الآن، ولحسب الجولة الرابعة لمرحلة المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، تغلب سهرة أمس فريق شبيبة الثورة على نظيره الاتحاد الليبي بنتيجة 0-1، وهذا بملعب الخامس جويليا الأولمبي بالعاصمة. وعلى ضوء هذه النتيجة، التحقت شبيبة الثورة بنادي الاتحاد الليبي في مركز الوصافة للمجموعة الثانية برصيد 7 نقاط لكل منهما، خلف المتصدر أورلاندو بيراتس ب9 نقاط، فحظ موفق لممثلي الجزائري الثورة في باقي مشوار هذه المنافسة. كرويا دائما، وفي إطار الجولة الأولى لدورة اتحاد شمال إفريقيا لفئة أقل من 17 سنة، هو اليوم المنتخب الوطني الجزائري نظيره الليبي بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء بالعاصمة، وهذا ابتداء من الساعة 11 صباحا، في حين تجمع المقابلة الثانية المنتخبين التونسي والمصري بنفس الملعب على الساعة 3 زوالا. بهذا تنتهي أخبار هذه النشرة الصباحية. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.
بكم من جديد. عدنا مشاهدينا لاستكمال فقرات برنامج هذا الصباح. بعد قليل تطل عليكم الزميلة تنزا حاجة حمدري في ركن من البداية. أما الآن فأستكمل معكم الحديث مع ضيفي وسيم حلاسة، هو مؤسس ومسير منصة للتعليم الإلكتروني، منصة دروس كوم. إذن وسيم حلاسة، تحدثنا قبل متابعة النشرة الإخبارية، تحدثنا عن هذه المنصة، عن الدروس المقدمة للتلاميذ في كافة الأطوار. اليوم التلاميذ بعيد أسابيع على امتحانات نهاية الأطوار، الطور المتوسط والطور الثانوي أيضا. كيف هو تكثيف ربما الدروس، التواصل مع التلاميذ من أجل مساعدتهم للاستعداد لهكذا امتحانات؟ أكيد هذه الفترة بالنسبة للتلاميذ وحتى بالنسبة للأولياء هي فترة نوعا ما حساسة، ربما التلاميذ الأطوار النهائية، لكن يبقى تحضير السنة الدراسية. أيضا نحن على مقربة من اختبارات الفصل الثاني بالنسبة لتلاميذ بقية السنوات وحتى أيضا الأطوار النهائية، يعني الأسبوع القادم إن شاء الله راح يكون اختبارات الفصل الثاني. أكيد يبقى دائما هذه الفترة تلقى إقبال وربما تلقى تركيز أكثر بالنسبة للتلاميذ من أجل يعني الوصول يعني تقريبا إلى الفهم الصحيح، من أجل الحصول على علامات جيدة في اختباراتهم. كيف هو اختيار الأساتذة الذين يقدمون هذا النوع من الدروس؟ أكيد يبقى دائما اختيار الأساتذة لازم يكون أستاذ يعني من الميدان، أستاذ اللي يكون عنده خبرة. وهنا ربما أيضا كاين جانب آخر مهم بالنسبة لمنصة دروسكم، يعني أساتذة من الميدان وحتى الأساتذة اللي دخلوا لمرحلة التقاعد، يعني هم بالنسبة لنا كفاءات وبالنسبة لنا كنز. يعني كاين أساتذة اللي يبقى قادر على أنه يمد للتلميذ ويمد للمنظومة التربوية. أكيد منصة دروسكم فتح حتى لهذا المجال لهذا الأساتذة، وين أصبحوا يلتحقوا بنا في المنصة في استوديوهات يعني مهيئة، ويقدر يقدم المعلومة تاعو لكل تلاميذ المشتركين وكل تلاميذ الجزائر على منصة دروسكم. كل تلاميذ الجزائر، إذن هي معممة عبر كل التراب الوطني. أكيد صوت منصة دروسكم وصل الآن تقريبا ل 58 ولاية. عندنا حصص مفتوحة راح تكون مفتوحة لكل التلاميذ، خاصة في هذه الفترة تاع المراجعة الاختبارات. وأكيد يعني مع تطور التواصل أصبح يعني التلميذ يعني من أقصى الجنوب، من أقصى الغرب، من أقصى الشرق والشمال، يقدر يعني من بيته يتواصل مع الأساتذة على المنصة. منصة دروسكم هي إذن مؤسسة ناشئة أنشئت مؤخرا بهدف تقديم هكذا خدمة، إيجاد حل للتلاميذ للأولياء الدراسة، وأيضا التمكين من استغلال الأساتذة المتقاعدين. تنظيم هذه الشركة الناشئة كيف يتم، خاصة فيما يتعلق بالتسيير؟ نعود إلى إنشاء المؤسسة، الفكرة في 2016، ثم تطور المهام في كل مرة، إضافة ميزة أو خدمة جديدة. نعم، الآن منصة دروسكم أخذت لابيل ستارت اب أو وسم المؤسسة الناشئة من الوزارة الوصية، لنشكرهم يعني على يعني هذه الوزارة المكلفة اللي أعطت ديناميكية فيما يخص إنشاء ومرافقة المؤسسات الناشئة السنة الماضية. الآن يعني كما نشوفوا أنه كاين توجه صريح وتوجه واضح نحو دعم هذا النوع من المؤسسات، لقينا يعني كل التجاوب، هناك إعفاءات ضريبية، هناك مرافقة، هناك حاضنات أعمال أصبحت الآن تستقطب الشباب بما فيهم منصة دروسكم ومبرمجيها. الآن منصة دروسكم كمؤسسة أكيد فيها جانب إداري وفيها ثلاث أقسام رئيسية. القسم صناعة المحتوى اللي راح يكون هو عبارة عن دروس وعبارة عن مقاطع تشرح هذا الدروس، وأيضا دروس تفاعلية. كاين جانب اللي هو جانب التواصل والمرافقة، مكلف أيضا بمساعدة التلاميذ والأولياء، وجانب آخر اللي هو أكيد جانب التسويق والماركتينج في منصة دروسكم. طيب إذن المؤسسة الناشئة أنشئت، والعودة دائما إلى الحاضنة، هذا الطرف الرئيسي والحلقة المهمة في تطوير هذا النوع من المؤسسات. نفهم أن دور الحاضنة لا ينتهي بمجرد التأسيس.
لا أكيد، يبقى دائما جانب المرافقة، خاصة أنه الآن ربما سوق هذا السوق الديناميكي يعني يفرض على أي صاحب مؤسسة أنه يكون عنده هذاك الفليكسيبيليتي في التعامل، المرونة. نعم المرونة، خاصة مع متغيرات السوق، متغيرات التكنولوجيا، يبقى دائما يحتاج إلى هذه المرافقة اللي لقيناها يعني في سواء في حاضنة الأعمال وحتى أكيد من الوسط ومن التواصل اللي رانا عايشين فيه. عديد الامتيازات والتسهيلات لأصحاب العلامة الناشئة. اليوم الجزائر تحصي 750 مؤسسة ناشئة تحمل هذه العلامة. الأفاق التي تفتحها هذه العلامة من أجل تمكين المؤسسة الناشئة من الانطلاق من التطور بعد أن تنشأ لإيجاد حل معين للاستجابة لطلب مؤسسة كبرى ربما لملا بعد ذلك، كيف تتطور هذه المؤسسة بالعودة إلى التحفيزات المقدمة من طرف الوزارة المنتدبة للمؤسسات الناشئة؟ نعم أكيد هناك تحفيزات، يعني سواء كانت إعفاءات ضريبية وما إلى ذلك. ربما يبقى دائما جانب المرافقة هو الجانب الأهم، وجانب نعم. التكوين هو الجانب المهم. كان لنا مشاركة يعني في ملتقى مؤخرا يعني مع الوزارة الوصية، وين استضافوا كل الفاعلين في هذا من بنوك ومن إدارات ومن أيضا دي فورماتور، وين يساعدوا هذه المؤسسات باش يعني يرقاو بالمنتوج تاعهم، يعني هذا المنتوج سواء كان الرقمي وحتى الملموس، باش يواكب السوق الجزائري وحتى السوق العالمي، لانه هناك الان ما يسمى بتصدير الخدمات على غرار تصدير المنتجات الفعليه، هناك ايضا جانب اللي هو تصدير الخدمات. لما لا ربما كمنصه دروسكم تقدر انها تصدر هذه المعلومه هذه، يعني هناك دروس دعم تفتح للاجانب يعني من اجل التعلم، وعندنا يعني شق كبير من هذا طلب بالنسبه للجاليه الجزائريه المقيمه في الخارج، وين يحبوا يعلموا اولادهم يعني حسب المناهج الوطنيه، حسب المنظومه التربويه الجزائريه. هنا اكيد راح تكون هذا الجانب يعني مهم، الا وهو تصدير المعلومه الى الخارج يعني. هذه مرحله مقبله ربما. نعم اكيد هذا من مشاريعنا. نعم اكيد من مشاريعنا ان شاء الله. طيب وسيم حلسة، من أهم أيضا ربما ما يشغل الشاب عندما يمتلك الفكرة وينطلق في تجسيد هذه الفكرة عن طريق مؤسسة ناشئة هو السوق، إيجاد سوق لتلك الفكرة، دراسة السوق المسبقة، ولما لا ربط علاقات أعمال مع مؤسسات كبرى أخرى تتبنى هذه الفكرة سواء كان تمويليا أو أيضا تكون حسب الطلب، حتى الفكرة تتجسد حسب طلب المؤسسات الاقتصادية. أكيد، وهنا ربما يظهر الدور الجلي تاع هذه المرافقة من قبل الوزارة الوصية وحاضنات الأعمال، لتوفر شبكة علاقات مهمة جدا يعني بالنسبة للمؤسسات فيما بينها أو مع الإدارة، وأيضا المرافقة التقنية والتكنولوجية في هذا الأمر. طيب المؤسسة الناشئة أيضا ربما بعد الفكرة تحتاج إلى مرحلة البلورة والتحكم أيضا في مختلف الإجراءات الإدارية تسيير المؤسسة. هنا أعود إلى العلاقة مع مختلف الهيئات في الجزائر وتمكين الشاب من آليات تسيير المؤسسة. نعم الآن يعني الحمد لله يعني كاين برامج اللي تحتضن وترافق صاحب الفكرة، يعني وهو ما يدخلش يعني في خطر السوق هذا، يعني كاين شق كبير تحملته يعني الوزارة الوصية وحتى برامج سيادة رئيس الجمهورية فيما يخص هذا النمط من إنشاء المؤسسات وتسريعها. يعني أنا هنا نوجه نصيحة لكل صاحب فكرة سواء كان يعني من الإطار الجامعي أو حتى خارج أو حتى اللي راه موظف، يعني نحن كمثال عن ذلك، أنه يقدر يخرج بفكرته إلى العلن، يقدر أنه ينشئ مؤسسته يعني بخطر يعني أو ب كما نقولوا احنا بورسونتاج تاع ريسك قليل بزاف، يعني موش راح يعني يشكل خطر عليه. ربما يعني سمعت مؤخرا انه حتى اللي يكون موظف يقدر يخرج من الوظيفه تاعو مده سنه باش ياسس مؤسسته الناشئه ولا ياسس يعني شركه، اللي يقدر بعدها هو يولي يفتح ايضا باب توظيف اخر لشبان اخرين. باجماع الكثير من المختصين الجزائر اليوم 750 مؤسسه تحمل علامه المؤسسه الناشئه، بامكان الجزائر ان تضاعف هذا العدد
العدد إلى عدة أضعاف. قدرات الشباب متوفرة، الأفكار متوفرة أيضا. في رأيك وسيم حلاسة، كيف نجعل الشاب اليوم يأخذ زمام المبادرة ويتجه إلى عالم المقاولاتية من أجل تجسيد الأفكار في كل مجالات النشاط؟ أنا أنظر أنه أهم والله العامل الرئيسي فيما يخص هذا الأمر أنه على الشاب أنه يكون عنده هذه الشجاعة باش يآمن بالمشروع تاعو، يحاول يقدمه ويكون أيضا منفتح في المكان المناسب. الانفتاح هذا على مشروعك يعني من خلال شرحه، من خلال يعني الاستشارة، من خلال يعني التوجه. نظن أنه الآن يعني بما أنه هناك وزارة في حد ذاتها مخصصة لهذا الشيء، نظن أنه هذا هو المكان المناسب باش يقدر يرقى ويخرج بالفكرة تاعو من فكرة إلى مشروع إلى مؤسسة ناجحة إن شاء الله. كلمة ختامية. كلمة ختامية، نظن أنه ربما نوجهها للتلاميذ، نوجهها للأولياء بحكم أنه أراهم في مرحلة اختبارات. أبنائنا أراهم يبذلوا مجهود كبير، إن شاء الله ربي يوفقهم في امتحاناتهم. والأولياء أيضا ثاني أصبح يأخذوا يعني حيز واسع من الجانب التعليمي، أصبحوا يعني مندمجين مع أولياء مع أبنائهم في الدروس تاعهم. إن شاء الله يكون هذا المرافقة ما تشكلش ضغط كبير. قبل أن أختم ربما نقطة لم نتطرق إليها، ألا وهي تكلفة هكذا خدمات دون طبعا ذكر التكلفة الحقيقية لمقارنة ربما بالدروس الخصوصية اللي أصبح الآن يعتمد عليها جانب كبير من التلاميذ. نعم ربما نعم الدروس الخصوصية يعني فرضت روحها من أجل تكملة ومن أجل دعم. يبقى هذا الجانب فيما يخص منصة دروسكم يعني أسعار رمزية اللي راح تتيح لكل التلاميذ إن شاء الله بكل يعني طبقات المجتمع إن شاء الله أنه تكون عندها دعم مدرسي كفء. نتمنى التوفيق لجميع أبنائنا التلاميذ. شكرا جزيلا لك وسيم حلاسة، مؤسس ومسير منصة دروسكم للتعليم عن بعد. نلقاك في فرص أخرى بحول الله تعالى. شكرا. مشاهدينا نبقى دائما معكم، الآن ندعوكم إلى هذه الجولة الأثرية في أعماق قصر تمغزت. هو 13 قرنا من الوجود، من الصمود أيضا، قصر يأبى الاندثار. نتابع. قصر تماسخت 13 قرنا من الصمود، يحكي قصص الأجداد التي كانت أصواتهم تملأ المكان. قصر تماسخت هذا هو اللفظة هذه أمازيغية، ويعني بها المكان لأن البساتين القديم كانوا يديروا لها إحاطات اسمها أفراق إحاطة، وهذه الإحاطة فيها مدخل، هذا المدخل يسموه تماسخت. يعني هذه الرواية القوية في التسمية، الطابع العمراني نتاعو يتماشى مع المناخ تاع المنطقة ومع الإمكانات الموجودة عند السكان. قصبة تماسخت مبنية فوق جبل صخري مرتفع يحيط به خندق كحصن منيع. ومن معالمه الشاهدة على عرقة المكان هذه البئر التي تتوسط القصر. فكانوا يعتمدون في بناء هذه القصور على الطين والحجارة المتوفرة طبعا، وفي بعض الحالات يخلطونها بالجبس والجير المحلي، وهذا كانت عنده غايتين. غاية الأولى هو حتى يبقى البناء لمدة طويلة، والغاية الثانية باش يكون يعني عازل للحرارة. تعرفوا بلي المنطقة صحراوية، وهذا النوع من البنايات الطينية تعزل الحرارة وتخلي المنطقة في الداخلين يعني السكان يعيشون في أريحية. حتى جدي المجال جال زاد ولا كبر هنا يحكي لنا موجود البير هذا قرون، عنده قرون من منشعل لما منشعل القصر هذا السكان القدماء هم اللي داروا. المعلم السياحي كانت عنده سمعة سياحية، كان يجذب زوار من كل حتى من خارج الوطن، من كل ولايات الوطن حتى من خارج الوطن، لكن في الآونة الأخيرة تعرض لتدهور كبير، الشيء اللي التردد عليه أصبح ناقص. وأنت تتجول بهذه القصبة الشامخة تلتقيك معالمها، وكل معلم بدلالته الخاصة يحكي تاريخ من مر من هنا يوما ما. وتاريخ الجزائر ضارب في أعماق حضارات مختلفة وصولا إلى الثورة التحريرية المظفرة، هذه المحطة التي تبقى خالدة في تاريخ الشعب الجزائري. من البداية ركننا الأسبوعي الذي نتعرف فيه على مختلف المحطات التاريخية الثورية البارزة من ثورة الفاتح من نوفمبر. أرحب بزميلتي تنزة حاج حمدري. صباح الخير، أهلا بك.
صباح الخير فايزة، صباح الخير مشاهدينا الأفاضل. إذن تاريخ الجزائر من بدايته إلى نهايته مليء بالأحداث التاريخية والشخصيات والأعلام التاريخية التي كتبت لقصة انتصارات الشعب. الحديث اليوم سيكون حول تاريخ متميز سيكون على مدار هذا الشهر، وقف إطلاق النار أو عيد النصر يوم 9 مارس عام 1962. هذا التاريخ الذي جاء بعد كفاح مرير منذ اندلاع الثورة التحريرية يوم الفاتح من نوفمبر عام 1954. الحديث اليوم مشاهدينا سيكون عن أسباب مفاوضات إيفيان، أقول كذلك الأسباب العسكرية والسياسية التي أرغمت فرنسا على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وسنتحدث كذلك عن الأحداث التاريخية التي جاءت قبل وقف إطلاق النار يوم 18 مارس عام 1962. إذن مشاهدينا الأفاضل، تاريخ الثورة التحريرية منذ اندلاعها عرف أحداثا كثيرة أرهقت فرنسا وأثقلت كاهلها وكبدتها خسائر مادية وبشرية، وكذلك نتحدث عن تدويل القضية الجزائرية في الخارج من طرف الدبلوماسيين. نأخذ اتصال هاتفي فقط للحديث عن هذه النقطة مشاهدينا الأكارم، عن نقطة سبب جلوس فرنسا إلى المفاوضات مع الوفد الجزائري. نستقبل على الخط الدكتور مولود جرين، أستاذ وباحث مختص في التاريخ المعاصر. صباح الخير دكتور. صباح النور. مرحبا. صباح النور. اهلا بكم. اهلا بك. اهلا بك وتحيه لك ولكل المستمعين الاكارم. شكرا وتحياتكم متبادله دكتور. اذا ونحن نتحدث عن تاريخ 19 مارس 1962، وقف اطلاق النار، ربما اول سؤال استاذ يتبادر للمشاهد هو ما هي اهم الاسباب او ما هي المعالم الكبرى التي ربما ادت الى مفاوضات إيفيان الشهيره؟ أولا أهنئ الشعب الجزائري بعيد نصره 60 بعد تضحيات جسام طيلة 132 سنة، توجت في الأخير بنصر عسكري ودبلوماسي أرغم إدارة الاحتلال في إيفيان على الاعتراف بمطالب جبهة التحرير الوطني. ومن بين الأسباب التي أدت إلى رضوخ فرنسا إلى مطالب جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني هو الانتصارات التي حققتها ميدانيا ودبلوماسيا. فجبهة التحرير الوطني يعني حققت، أو جيش التحرير الوطني حقق انتصارات عسكرية ميدانية كبيرة، كذلك جبهة التحرير الوطني حققت انتصارات دبلوماسية يعني بعد تدويل القضية الجزائرية في الخارج وضغط الرأي العام العالمي على فرنسا. كذلك من بين الأسباب التي أدت إلى الجلوس على طاولة المفاوضات فشل مشاريع ديغول المختلفة، سواء مناورته السياسية أو مشاريعه العسكرية. لذلك اضطر يوم 16 ديسمبر 1959 إلى الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. كذلك من بين الأسباب الهزات العنيفة الاقتصادية والسياسية التي ألحقتها الثورة الجزائرية بفرنسا، فاقتصاديا يعني الثورة الجزائرية أدت إلى تقريبا إلى إفلاس الخزينة الفرنسية. سياسيا سقطت عدة حكومات، يعني ربح حكومات. نعم. متتالية. دكتور. نعم. بالحديث على سقوط الحكومات الفرنسية، الخمس حكومات الفرنسية وإرهاق خزينة فرنسا المالية، ربما وصول الثورة إلى فرنسا هو من أحد الأسباب التي أدت
إلى الشارل دو غول، إلى الاعتراف إن صح التعبير بتقرير مصير الشعب الجزائري. فقط أستاذ، بالنسبة لردود الفعل الدولية أنذاك، ونحن نعلم أن فرنسا وجهت باللهجة يعني إن صح التعبير نقول يعني تهديد للدول التي ساندت القضية الجزائرية أنذاك أستاذ. نعم، يعني دول العالم والمنظمة الدولية كان لها يعني دور كبير جدا في دعم القضية الجزائرية والضغط على فرنسا. الدول العربية يعني موقفها واضح، كذلك الدول الإفريقية يعني ساندت الجزائر بقوة، إضافة إلى هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية كذلك منذ سنة 1957 بدأت يعني تغير من مواقفها تجاه الثورة الجزائرية، وعملت أو حاولت أن تضغط على فرنسا من أجل الضغط من أجل الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره. وهذا الضغط الدبلوماسي القوي من طرف الخارج كان نتيجة يعني الجرائم الشنيعة التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين، وعن محطات يعني كبرى أثارت الرأي العام العالمي، مثل مثلا ساقية سيدي يوسف، مثل مظاهرات الجزائر سنة 1960 ومظاهرة ديرتيسون، كذلك مظاهرة 17 أكتوبر 1961. وأنتم تتحدثون دكتور عن أهم الأحداث التاريخية البارزة التي سيكون لها أو عنها حديث في الأعداد القادمة وستكونون حاضرون. كنتم معنا أستاذ على برنامج هذا الصباح على قناة التلفزيون الجزائري، شكرا لكم دكتور. إذن مشاهدينا الأفاضل، مثلما تفضل الأستاذ وتحدث عن أهم الأحداث البارزة التي سبقت المفاوضات إيفيان، لابد أن نتحدث كذلك عن التنظيم العسكري لجيش وجبهة التحرير الوطني، باعتبار أن الثورة الجزائرية كانت ثورة شعب بأكمله. الشعب ساهم، الجيش ساهم، جبهة التحرير الوطني بالدبلوماسيين أقول. فهنا ربما نتحدث عن أحداث مثل ما ذكر الأستاذ، هجومات الشمال القسنطيني يوم 20 أوت 1955، مؤتمر الصومام يوم 20 أوت 1956، هذا المؤتمر الذي نظم الثورة داخليا وخارجيا. إذن كلها أحداث بارزة ساهمت في يعني إدخال فرنسا إلى دوامة الوقف إطلاق النار أو وقف إطلاق النار والجلوس إلى التفاوض من أجل الاستقلال. إذن تخلل المفاوضات توقف بسبب يعني دخول المعمرين، هؤلاء الذين يمتلكون إن صح التعبير مصالح بالجزائر، وخوفا منهم على مصالحهم داخل الجزائر، المصالح السياسية الاجتماعية وكذا الاقتصادية، قاموا بإنشاء ما يسمى بالمنظمة العسكرية السرية لو اس، التي قامت بعرقلة إن صح التعبير المفاوضات، لكن المفاوضات تواصلت وتكللت باستقلال الجزائر. وكان قبل ذلك استفتاء تقرير المصير الذي جرى في الفاتح من جويليا عام 1962، ليعلن مباشرة بعد ذلك بيوم عن حق أو الشعب الجزائري في تقرير المصير باستقلال الجزائر التام، لأن الدبلوماسيين آنذاك قالوها بالحرف الواحد أنهم لم يتخلوا عن شبر واحد من الجزائر. والاستقلال التام للتراب الجزائري هو كان المسعى الأول والأخير لجيش وجبهة التحرير الوطني والشعب الجزائري. واختير تاريخ 5 جويلية 1962 تاريخا لاستقلال الجزائر. إذن التاريخ تنزع 5 جويلية تاريخ الحرية والاستقلال، كان هذا عن عيد النصر، مارس شهر الانتصار وشهر عيد النصر، وهو أيضا مارس شهر المرأة الجزائرية الشهيدة مريم بوعتورة. لديك ما تقولين عن هذه البطلة الفذة؟
لدينا الكثير زميلتي فايزة. فعلا كما تفضلتي وذكرتي، شهر مارس هو عيد المرأة، وعلى غرار جميع الدول احتفلت الجزائر باليوم العالمي للمرأة. وفي التاريخ الجزائري نساء كتبنا أسماءهن بأحرف من ذهب. شهيدتنا وبطلتنا اليوم، بطلتنا أقول، هي ياسمينة الأوراس، أو الجميلة الثائرة كما لقبت. مريم بوعتورة هي من مواليد عام 1938 بالأوراس، درست وتعلمت بمسقط رأسها بالأوراس، وكانت الشهيدة تعيش حياة رفاهية أقول، وكذلك حياة رخاء مع والدها الذي كان يشتغل فلاحا بالمنطقة، لكن الرخاء لم يمنعها بمطالبة الاستقلال، فتوجهت مباشرة بعد تحصيلها أقول العلوم الأولى للتمريض أو التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني، واشتغلت هنالك كممرضة، اشتغلت كذلك كمرشدة اجتماعية، وأثبتت دائما ياسمين كما لقبت ياسمين كذلك، فشهد لها الكثير بالعمل الثوري، فقامت بعدة عمليات فدائية، وكذلك يعني محاولة دائما الالتحاق بشباب الذين كانوا يعملون أنذاك في جبهة التحرير الوطني، إلى غاية سنة 1960، أين بدأت تأخذ على عاتقها تنفيذ العديد من العمليات الفدائية والتفجيرات التي كشفت لديها روح التضحية. آخر عملية كانت رفقة زميلها بوعلام حملاوي، أين يعني استشهدت الشهيدة يوم 8 جوان 1960، استشهدت في يعني ساحة الورى بعد تفجير المستعمر للبناية التي كانت تقوم فيها بعملية فدائية. إذن فايزة، استشهدت الشهيدة وهي لم تعش تحت سماء الحرية، ونحن نعيش اليوم تحت يعني ظل هذه الحرية. علينا أن نستحضر هؤلاء الشهداء من أجل دراسة هذا التاريخ الغابر الذي سيولد فينا وفي النشأة أكيد حب الوطن. نعم، تنزه وتاريخ يبقى خالدا دائما بتضحيات الشهيدة وكل شهداء الثورة التحريرية المظفرة. ما هي مواعيد قناة الذاكرة لهذا الأسبوع؟ إذن شكرا. مواعيد قناة الذاكرة دائما تتبع تلفزيون الجزائري ككل، يتتبع كل الأحداث، وقناة الذاكرة الجزائرية تواكب الأحداث، فسيكون الحدث الهام هذا الأسبوع هو برنامج خاص بعيد النصر 19 مارس 1962، تحت عنوان 19 مارس 1962، 19 مارس 1922، النار والانتصار. ستكونون مع موعد لهذا العدد يوم السبت، سهرة السبت أقول، على الساعة 9 ليلا، مع هذا البرنامج من إعداد قناة الذاكرة، بالإضافة إلى مواضيع أو أعداد أخرى وبرامج ستشاهدونها على مدار الأسبوع. أشكرك يا جزيلا تنزى حاج حامدري، نلقاك على قناة الذاكرة وفي برنامج هذا الصباح الأسبوع المقبل، ومحطة أخرى من محطات الثورة الجزائرية. شكرا مجددا. شكرا لك، إلى اللقاء. مشاهدينا متواصلون دائما معكم في برنامج هذا الصباح، الصباح الرياضي، يأتيكم بعد فاصل قصير وجملة من الأخبار الرياضية المتنوعة، ابقوا معنا.
أخبار الرياضة يقدمها لنا على المباشر وليد غريبية. صباح الخير وليد. صباح النور فايزة، صباح الأنوار للسادة المشاهدين، أهلا بكم إلى أخبارنا الرياضية لهذه الصبيحة والمستهل بطبعة 19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تحتضنها وهران أقول الصيف المقبل، حيث نشط أمس أعضاء اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية ندوة صحفية عقبت زيارة المعاينة من المرافق التي ستحتضن طبعة وهران 2022. أشكر السلطات الجزائرية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية على المجهودات التي تم بذلها لتجهيز كل المنشآت الرياضية. وقفنا على تقدم كبير في التحضيرات، سقف توقعاتنا صار مرتفعا جدا لتنظيم دورة متميزة عن سابقاتها، خصوصا وأن هذه الطبعة سيتم تسويقها عبر نقل تلفزي عالي الجودة وفي 15 بلدا، وذلك لأول مرة في تاريخ هذه الألعاب. حفل الافتتاح ستكون مدته ساعتين، فيما يدوم حفل الاختتام لمدة 175 دقيقة. اطلعنا على ملف الحفلين ووجدناه يحترم كل معايير دفتر الشروط. ننتظر الانطلاقة الرسمية هذه المنافسات التجريبية في شهر ماي القادم، لما استلمنا كل منشآت رياضية مخصصة للألعاب. هذا واستقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط دافيد تيزانو. الاستقبال جرى بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، ومحافظ الطبعة 19 للألعاب وهران 2022 محمد عزيز درواز. وضمن استعدادات أقول مدينة وهران للحدث المتوسط، يحتضن المركب الرياضي للتنس العقيد خليل الحبيب دورة وطنية لصنف الأكابر بمشاركة 80 رياضيا من مختلف مناطق الوطن. الدورة كانت فرصة للوقوف على جاهزية المركب لاحتضان المنافسات، وقد بدأ مطابقا للمعايير المعمول بها في الدورات العالمية. نوال بن طوبة. بمشاركة حوالي 80 رياضيا من مختلف النوادي عبر الوطن، احتضن المركب الرياضي للتنس العقيد خليل الحبيب بوهران الدورة الوطنية للتنس أكابر. الدورة كانت ممتازة نوعا ما، كانت مشاركة قوية، تلموا المشاركة قوية، داروا دو طابلو، داروا بريمي ديفيزيون دوزيام ديفيزيون، حنا ما هذه ما كانش كاينة من قبل. اون افي بوزوان دو تورنوا وزادوا عاودوا لو كلوب سقدوه غاية الغاية. أنا فرحانة من لي تيغان، فرحانة لورغانيزاسيون، كل شيء مليح زعما الحمد لله. جينا شاركنا في الدورة تاع وهران نبريباريو الألعاب البحر الأبيض المتوسط، كانت الأجواء بيان لهنا، كلوب مليح، المعدول جديد. التظاهرة المنظمة تحضيرا للألعاب المتوسطية تعد أيضا فرصة لاختبار مدى جاهزية منشآت المركب الذي شهد عملية إعادة تهيئة شاملة للميدان المركزي مختلف الميادين الأخرى إلى جانب المرافق التابعة لها. هذه الدورة لماذا قامت بها الفيدرالية الجزائرية للتنس برفقة الرابطة الوهرانية للتنس؟ أولا لتجريبي، معناه ما تجريبي هو التست، للتست تعليك للملاعب، وعندنا ما يخفلش عندكم 12 ملعب بما فيها الملعب الرئيسي اللي يحتوي حوالي 500 مقعد، بالإضافة إلى المقاعد الأخرى حوالي 300 مقعد. أيضا أن هذا الملعب يعتبر لؤلؤات لوهران، وأن الدولة بذلت مجهودات في هذا، إذن ويعتبر من أحسن المركب على المحيط البحر الأبيض المتوسط. الملاعب والمرافق راهي كما قال لك تشرف عليها الرابطة حتى توصل، يعني إن شاء الله هذا لي جو ميديتيرانيا يفوتوا في أحسن ما يرام. المركب من بين المرافق الرياضية التي استفادت من عملية تجديد وعصرانة وفق المعايير العالمية لاحتضان العرس المتوسطي بالباهية. ودائما ضمن استعدادات الباهية لاحتضان الحدث المتوسطي جرت بوهران فعاليات البطولة الوطنية للبادمينتون أكابر، والتي عرفت تنافسا كبيرا بين فريقي أمل المحمدية وشبيبة المحمدية. سيف الدين بن زردان.
متعددة الرياضات بوادة ليلات وهران كانت على موعد مع احتضان البطولة الوطنية للبادمنطن أكابر، بطولة شهدت تنافسا شديدا بين الفرق المشاركة، وعاد فيها التفوق لنادي أمل المحمدية الذي يضم عدة عناصر في المنتخب الوطني. مستوى البطولة كان مليح، كانوا ليزيكيب لي ملاح كانوا في المستوى معنا، والحمد لله كازام ربحنا. المستوى كان مليح، الماتش تاعي المستوى كان طالع، لعبت كونتر شامبيون دافريك 2022 عرباوي سيف الدين، مستوى تاعو كان ما شاء الله. المستوى كان جيد بارابور لي زاني باسي، وتحسن مستمر، ميم لي زيكيب ولاو خير، ولات كاينه منافسه اكثر من اللي كانت. الحمد لله جرات في احسن ما الظروف، وكان مشاركه تقريبا 11 فرق، والمستوى كان مقبول. مقبول لماذا؟ لان لاحظنا ان كان عده يعني فرق تمكنوا باش يطلعوا المستوى مقارنه مع فرق قويه في الماضي، وهذا يدل ان هذا الفرق راهم يعملوا حقيقه في نواحي تاعهم. دورة جاءت كخطوة تحضيرية للاعبين والمنظمين قبل استضافة هذه القاعة لمنافسة ألعاب البحر الأبيض المتوسط. الظروف هنا راهي مليحة، على بالي بلي حيكونوا تعديلات هنايا، دونك سا سخا خير من واش راهي دوكا. الحمد لله ان شاء الله يلحقوا لي جو ميديتيرانيا ونديروا فيه ريزولتا، ان شاء الله فيها خير. رانا في تحسن مستمر، انا نروحوا لي ستاج ونطريني، وباذن الله نلقاو ريزولتا ان شاء الله. حنا لو باسين ميديتيرانيا هذايا فرق قويه كما فرنسا، ايطاليا، اسبانيا، تركيا. حنا عندنا اون دوبلات كي شامبيون دافريك دوبي 5 عام، كاين مدار صبري وكاين واحد مغترب مع امريكو سيله، هادو ممكن تحصلوا على ميدال. ممكن الحمد لله كما رانا نشوفوا البطوله جازت في احسن الظروف. القاعه تقريبا جاهزه، كاين بعض النقائص اللي كنا تكلمنا معهم عليهم مع المسؤولين على تنظيم العاب البحر الابيض المتوسط، ومن المفروض راهم اخذينهم بعين الاعتبار وراحين يكونوا جاهزين خلال الالعاب ان شاء الله. الحضور يعني تاع الشباب اليوم يعني حنايا هذا على الاقل باه نحطوهم في دون لو كونتكست دورغانيزاسيون دي كومبيتيسيون اوفيسيال، دونك تو سكي اربي تو سكي اتليت تو سكي ديليغاسيون. ما يخفاكش باللي اليوم يعني عندنا سجلنا ارتياح كبير عندهم، يعني ربما كان بعض التحفظات صغيره يعني ماهيش في لو بروسيدي في لي بروسيدي اومام، ولكن بوكو بلوس باه نهزوهم سيتو بوكو بلوس على اورونتاسيون ديكليراج ولا هادي، ولكن القاعه اليوم يعني في على اتم الاستعداد لاحتضان هذه المنافسه. وسيشارك المنتخب الوطني أيضا في البطولة العالمية التي تحتضنها العاصمة التايلاندية بانكوك شهر مايو المقبل. في كرة القدم تنطلق اليوم دورة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي تستمر إلى غاية 22 من شهر مارس الجاري بملعب الدار البيضاء بالعاصمة. المنتخب الجزائري يستهل مشواره اليوم بمواجهة نظيره الليبي بداية من الساعة 11 صباحا، بينما يلتقي المنتخبان التونسي والمصري بداية من الساعة 3 بعد الظهيرة، وتشارك في هذه الدورة 5 منتخبات من شمال إفريقيا. كرويا دائما، وقبل أيام على مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الكاميروني لحساب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم قطر 2022، انطلقت أمس عملية بيع تذاكر السفر الخاصة بتنقل المناصرين إلى مدينة الدوالة الكاميرونية لمؤازرة الخضر في مواجهة الذهاب المقررة على ملعب جابوما يوم 25 من شهر مارس الجاري، وذلك عبر مختلف نقاط البيع في مختلف الولايات. هذا واستحسنت الجماهير الجزائرية قرار التكفل بمناصري المنتخب الوطني لكرة القدم الذين سيتنقلون إلى مدينة الدوالة الكاميرونية لمساندة المنتخب الوطني في مع نظيره الكاميروني ضمن ذهاب الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر يوم 25 من الشهر الجاري. كي خرجت لانونس في السيت اوفيسيال تاع رئاسة الجمهورية فرحنا خويا، أنا كي قريت الدم خويا وليت نرعش، صافي بليز ديرك فاهم، هذه أوفير تاع بلاد. لقينا الخبر في التلفزيون أخي، في التلفزة كاين الرئيس بارك الله فيه عاوننا
كثر خير ورانا رايحين شوفوا ليكيب ناسيونال 8 ملايين ونص ماشي خساره في ليكيب ناسيونال اخي حنايا رانا رايحين الكاميرون وان شاء الله نجيبوا لا كاليفيكاسيون. متفائل بنتيجه ايجابيه؟ راني متفائل اخي راني متفائلين ان شاء الله نربحوهم في الكاميرون ان شاء الله يا ربي نربحوهم ثم الي روتور ماشي كاميرون اللي يشدونا اخي. ندعموا الفريق نعطوا نطلعوا له شويه المعنويات تاعو وان شاء الله احنا نجيبوا كاليفيكاسيون منك من الكاميرون ونزيدوا نكملوا هنايا نفرحوا هنايا في بليده ان شاء الله نديروا عرس عرس كبير ان شاء الله. تلقينا في التلفزيون تقدمنا هنا باش نشروا لي بيي ونروحوا ندعموا الفريق الوطني وان شاء الله نجيبوا نتيجه ونجوا فرحانين ان شاء الله. يعني راك متفائل؟ راني متفائل ان شاء الله. كما انطلقت عملية بيع التذاكر بمدينة وهران حيث أبدى بعض المناصرين استحسانهم أقول للمبادرة مثل ما نقله سيف الدين بن زردة في سياق هذا التقرير. بيع تذكرة السفر نحو مدينة دوالا الكاميرونية لمساندة الخضر كانت النقطة المشتركة بين هؤلاء. هنا الإقبال على مقر سياحة وأصفار الجزائر بوسط مدينة وهران كان منذ الساعات الأولى لانطلاق العملية. نشكر رئيس الجمهورية ثاني اللي دار لنا هذه الحاجة. اما فريمون حاجه شابه بزاف حنا جينا هنا باش نشوفوا البي تاعنا ونشوفوا صوالحنا باش نروحوا ان شاء الله نازروا ونساندوا المنتخب الوطني. هذه مليحه للي يبغي يروح وما يكونش داير يروح يروح هذه تحفزه باش يروح يقول شوف اون بليس سي اكسبيريونس يعني انا لا بغيت نروح للكونفيرونس اي بليس اكسبيريونس ونزيدوا نشوفوا مع المنتخب الوطني تاعنا. قرار مليح بزاف كاع عاوننا تاع بصح والله الله يعطيهم الصحه. نحيوا الرئيس الجمهوريه ورانا رايحين ان شاء الله الكاميرون ونحيوا ونشجعوا الفريق الوطني 1 2 3 فيفا لارجيري. بعد المبادره اللي دارها ما حاجه كبيره كاع حاجه كبيره خلانا نحسوا باللي رانا حدا ليكيب ناسيونال ورانا متحدين ان شاء الله الكاليفيكاسيون تجي من الكاميرون باش ان شاء الله في الجزائر نلعبوا الاز 1 2 3 فيفا لارجيري. حظ موفق للمنتخب الوطني. لهنا مشاهدينا نطوي أوراق الرياضية لهذه الصبيحة. شكرا لكم على كرم المتابعة وعودة إلى فيضة. شكرا جزيلا لك وليد. مشاهدينا أنا أيضا أطوي معكم أوراق برنامج هذا الصباح. أشكر لكم كرم الإصغاء والمتابعة. برامجنا الإخبارية على الإخبارية لتلفزيون الجزائري ما تزال متواصلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.